يو جايز صباح بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم اليوم الثاني في البودكاست هذا. هذا البودكاست از لايف. عرفتي مع السيت اب هنايا صافي تيقتلنا البودكاست هذا. اش فيز لاك ا بودكاست اخي، وكديرو في رمضان وفي نفس الساعه وايفري داي. يا ذاتس ا بودكاست. والله اخي لا تمنينا يكون بودكاست. نبداو نجيبو جايز لايك مستر الشقر. مستر الشقر اليوم معنا، مشينا تنترينيو بجوج. قال لي يا المهم كنا كندويو، يقول لي يا هو از كو هوستينغ ويذ يو. حبيبك اخي الشقر. اجي اخي الشقر نديروها نص نص. انا معك. الله يعزك الله يعزك. جايز مرحبا بكم. هذا سليماني، ويلكم برو. ويلكم جايز. اليوم مزيان معنا السي الشقر هنايا، عنده في التوبيك فريمون شي حوايج اللي تيبان لنا تتجمع كاع الناس اللي ناجحين. والحمد لله معايا السي الشقر. السي الشقر فهمتي راه من البدايات اخي يا ما تطايرهم. يا المسألة اللي قلتي مهمة، حيت مش كنشوف لي كومونتير اللي درتي في بوست انستغرام، وبزاف الناس كيطلبوا انهم تغيروا المايند سيت. change what did you change شنو شونجيتو في العقليه ديالكم؟ واش على راسي نقول ندو على جيش ديال الجايز اللي تخي اي ميس دوك الايام ديال تايلاند. شحال كنا جامعين تما من واحد. انا انت مروان حكيم حسام هجرت المغاربه. هجرت المغاربه كانوا تما. يس يا زعما خاي كاع دوك الدراري تمنا عاوتاني نديرو شي لايف. عقلت هذاك اللايف اللي كنا درنا مغرب وتونس. مغرب وتونس والجزائر. والجزائر هي في لايف وي لايف المغرب العربي. والله الا كنا جامعين خاصنا شكون اللي بقى خاصنا ليبيا ومصر ديك الساعه وصافي. وحنا درنا شمال افريقيا وموريتانيا. واش عندهم الانترنت ولا لا؟ والله الا كاين الانترنت ديك كايز تيديروا الاي كوميرس فيو كان اكيدين. اي نو برو كاين شي ثاني اولز جول في موريتانيا. صافا بخير كاع مزيان. طالع خاصك تفوكسي معاهم شويه. لا والله الا عطيناهم كلشي خاص. ليبيا اخي راه ليبيا. عقلتي على شنو كنا كنشوفو في ليبيا جايز. حنا ويت شوكت فيو كان تنشوفو الاي كوميرس في ليبيا. يعني فهمتي حنا في ليبيا في ديك الوقيته اللي كنسمعو حنا ليبيا كتسمعي المشاكل. بلا ما نبقاو نسمعو نوع المشاكل كتشعل التلفازه كيقول لك راه ما كايناش الحاجات. شوف كنت تبع اخي الشقر اي حاجه تخيلها، لدرجه ان الناس اللي نفس القصه تيبيعوا الخضرات ديسير في ليبيا. كان عندنا وان اوف ستورز بالطومين ليبيا. شنو دوت ال اي غريب ولا ليبيا؟ هادشي بيان سي. عرفت انك انت راه كاين اوبورتونيتي. وي هادشي اللي تنقولو الدراري. اتس اباوت مايند سيت اكثر ما هي مايند سيت سكيلز والمايند سيت. و تيقول لك يعني فهمتي لك انت عارف شي حاجه ويزاوت وورك ما غادي دير حتى شي حاجه. اتفق معايا قلت لك زعما المايند سيت هي اهم سكيل في هادشي كامل. الا كانت نقولوا مثلا عندك سكيلز ديال الاي كوميرس ياك وما عندكش المايند سيت، واش تقدر دير شي حاجه ما تقدرش دير شي حاجه؟ واش ولا تقدر يقدر تبدا بلاشي وحنا غادي ندوي على المايند سيت. ولا عندك المايند سيت وما عندكش متي سكيلز انت تقدر دير شي حاجه. الا عندك المايند سيت تمشي تعلم السكيلز. راك عارف الخلل فين كاين. المهم راه عندك بحال اللي قلتي عندك كاع لي كارت وليتي فاهم شنو يا المايند سيت فهمتي راه هي لا باس. انت عاد كتجي فين على شي حوايج اخرين. إذا ما كانش المايند سيت اي بليف زعما تكون صعيب تاكوارين السكيلز وتخليهم زعما تسستين. اخي الشقر زاديتي فين؟ تيفلت ولا لا؟ تيفلت كبرت تما اقليم الخميسات. كبرت تما كاين قريت تما كاين حتى خديت الباك ديالي وعاد جيت للرباط. ولكن اليوم حلقه ماشي عيني ما حلقه عليك اخي. لا ما كاين لا عليا لا عليك اخي الشقر. بلاكس اتس جريت والله الا نايس. جات جايز جات هيراكو. كنا كنترينيو جي كنترينيو كنا كنتعذبوا وحاولنا جايز. هادشي في التزام والله الا. شوف اليوم ما مرتاحيناش. كان عندنا ميتينغ مع 12. كان عندنا ميتينغ الدراري مع 12 في كازا وميتينغ مع جوج وميتينغ مع 4. كنساليو ميتينغ تنساليو ميتينغ كنوضو لميتينغ اخر. وماشي ميتينغ زعما بيناتنا، نو ميتينغ ويز سام فيسيز.
ويد سام فونتشر كابيتاليست ومع سام فاندز و وميتينغ تبع ميتينغ وميتينغ تبع ميتينغ وسالينا وجينا كنجريو ودنا عليك المغرب ودنا عليك المغرب في الطريق انا في الطريق جات الدري صاحبي كيجري من كازا حطنا في حي الرياض هزني فيساني من تما وصلنا هنايا لاكداب حطنا قلت صوري ما قلتلاش طلعت فطار ولا زوج ايفن ماجي طلع ولكن كان خاصني نقولها عليه من الصباح شي فطر مع وليداتو وقلت الله راه جيت كنتن عليه المغرب و اتصلتي بيا ما كنتش كنفطر الله الا كنت كناكل ودير له الفطار ليور يلا تريني ويقول لي برو اشنو بان لك التريني قلت ليه شوف داز نهار ديال الجرا جايز خلي لي 8 نجاوب نكمل هادشي اللي كناكل وحق والله الا عجيت 8 كي داير 8 قل قسم من شهر ديال كنت منشور وانا نقول نو برو دونت بي ا لوزر ايرز التليفون يتصل بيه يقول لي دوز يا واخا كاين زعما نتوما واخا مشينا فهمتي ما كانش بلا كنتيستي رمضان النهار الاول النهار الثاني مازال ما عرفنا شنو التايم اللي غادي نديرو فيه هذا كنحاولوا نبنيو الروتين من جديد قلنا غادي نمشيو نجربوا مره فطور وما تكون واكل تقدر تشرب الماء جاك العطش مي اللي بعد ما عرفتش غيزير تاع خصنا نجربوا شي حاجه جديده الحصه الجايه نجربوا اخي قبل المغرب ايت غانا بي هارد لكن المهم الدراري هو كنديروا ات دي اند شنو بغينا نقولوا من هاد الهضره هادي كامله هي ات دي اند الا كنت حاط في البلان شي حاجه ما تعكش عليها كان ممكن نقول له برو بلاش خليها الغدا باي ذا واي واحد من السطان اللي اي ريسبكت انتي ما كنتيش اخي شكر بحال هكا ولكن اللي عجبني هو يو بي كان يس الشكر اخي تيتريني 7 ايام في السيمانه تيتريني 6 سيمانه كامله وكيتريني جوج مرات في النهار كتريني مره في الصباح ومره في الليل ولا يا بعد المرات شي كيكون نهار عامر كنصدق نتريني وحده ونستنى واحد السويعه ساعه الا ربع تيرتين اخرى اللي مور او ماي جاد والدراري نهار قلت ليه برو اجي جايز اي غانا ستوب ذا كومنتس دازت 5 دقائق مرحبا بكلشي اللي جا اجي وير از تور اوف كومنتينغ جايز سلش قرو واحد النهار قلت ليه برو بزاف انا نتريني 7 ايام اجي نتريني وي 3 ايام انا شخصيا كنتريني 3 ايام فهمتي انا تنقول ايفن هو حتى هو راه اونتربرونور تنقول انا راني اونتربرونور خدام ما يمكنش اصاحبي نتريني 7 ايام ما يمكنش جوج مرات في النهار بزاف اش نطرا لك اخي شكر ملي جيت ما قدرتش ما بغيت ندير 3 ايام ما قدرتش بقيت كندير حتى نهار واحد ما بقيتي لا صافي تاع ليا كتعرف طريق وحده هي تريني 7 ايام 7 ايام في السيمانه وجوج مرات في النهار الا قسمتي غير نهار في السيمانه فهمتي ما كنقدرش ما كيخسر ليا البروغرام كامل صبر ننزل نقاد الكرسي باش نبانو مقادين ولا طلع لك ما وليتش نبان طويل انت طول مني ما جاتش مساواه ندوزو ندوا الدراري اليوم على شي حوايج اللي فغيمون خص يكونوا فيك شوف ما عندكش ما تقولش لي لا انا غادي ندير شي حاجه بلا ما غادي بلاد اللعيبات هادو اتس امبوسيبل جايز ندخلوا للموضوع ذا فيرست ثينغ هي تحمل المسؤوليه خصك اصلا تولي تحمل المسؤوليه سجل معايا اول حاجه خصك تحمل المسؤوليه طرات خايبه طرات زوينه انت ماشي حتى شي واحد اخر ما تقولش لي واه الوالدين ما معاونينيش او برو بلا ما تبقى تشكي الدوله ما عطاتناش نو برو لا ما 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 ما, ما تبقاش تشكي لحقيتاش if you want to move forward باغي تزيد لقدام خاصك تحمل المسؤوليه باش اي حاجه زوينه ولا خايبه انت باش تفكر الحل شنو ممكن دير انت اما علقنا على الدوله ما تقولش انا راه قدرت تفهمها بحال هكا يقول لك اصلا شحال عطاتي الدوله برو لحقيتاش نوريك واحد المنطقه اخرى الا جيت نبقى نقرا دوك النيوز ديال رئيس جماعه يشتري سياره جايز ما داروا لنا والو دوك السيطان اخر حتى شي يكون عنده مشكل مع المجلس الاعلى للحسابات واخر حتى تمشي يضرب الحبس ولا تيدوز شي مشاكل ولكن لا ركز في هادشي ما غاديش نمشي نخدم هادي الا بقيتي تقول لي والديا ما وفروش لي ما عطاوش لي ما داروش لي ما غاديش تمشي تخدم على قداش تتسنى والديك يتبدلوا والديك ما عمرها غادي يتبدلوا هاد القضيه قلت لك بغيتني تاع الوالدين كنا كندواب ضروري نصحوك اكزاكتومون يقدروا يصحوك يقولك مثلا شي حاجه ماشي بالضروره فهمتي قالوا بنيه خايبه ولكن يقدروا نصحوا لك غير يخرجوا عليك بها ماشي حاجه بغاو يخرجوا عليك ولكن في نظرهم احسن ما يقدروا يعطيو ياك في نظرهم راه هذيك هي احسن نصيحه يقدروا يعطيو ولكن حداتها تقدر تكون
ماشي في الدومين ديكسبيرتيز ديالو. بحال مثلا ما كاينش شي واحد يجي عندك هو انا احسن نصيحه عطاتني الوالده هي قرا ولدي الله يرضي عليك باش تاخد شي خدمه مع الدوله باش تشد التقاعد. وهذا بالنسبه ليا كان هو الاحسن سيناريو ممكن ندير. ولكن هي دابا اليوم حمد الله وكتقول الحمد لله ما الدري هذا باش لي فازي فازي لان مسكينه فهمتي امك راه ما امك وبا كتبغيك تكون احسن منه. ولكن اخي ما عندهمش ما عندهمش العلم. ماشي جلستي حنا ما تزاديش اخي انا ولد شي واحد، لا تزاديش انت ولد شي واحد يقول لك شوف اش شري هاد الطريق ما تضيعش وقتك هذاك الشيء اللي تلاقاو اخرين بقاو حاجه يقول لك راه غير هضره خاوي. ما تزاديناش الحمد لله ماشي الحمد لله حتى نقول الحمد لله ما تزدناش الحمد لله في هذا الوسط هذا. بات كما كنقول الانسان ما بين تزاد ومات تيديسكوفري راسو كيتعلم حوايج جداد. الحمد لله اخي ان فهاد الحياه هادي سمحات لنا الفرصه اننا نعرفوا راه شي حوايج ديسكوفريو شي حوايج تلاقينا مع ناس وميت سام اوف ذا جريت جايز. وقال لك الساطه انت ما تضيعش وقتك اللي خاصك. اللي قلت لك بغيت نكمل الفكره اللي قلت قبل هو انه بعض المرات عائلتنا قد يكون فهمتي الاب الام العم الخال الجد الاخ كاتوش نصائح كيف ما قلت كاين دوك نصائح فهمتي هما في نظرهم راه هما نصائح مزيانه ولكن هادشي اللي قدرهم الله عليه هادشي اللي عارفينه هما. بغيت نقول بغيت نقول لك خالك الان اف تي بيتكوين ما يمكنش ماشي هادشي ماشي ديال وقيته هو صافي. هو تيقول لك شوف تيشوف الماضي ديالو تيجدو تيعكسو لك في الفيتشر. المشكله هي المتغيرات كثار. هذا هو الموضوع اللي كان البارح. باي ذا واي الدراري ما كنسيفوش اللايف. اللي حضر مرحبا به، اللي ما حضرش ما كيلقاش اللايف. اللايف يمتى يعاودوا تنشروا حتى دوز 3 مو من ورا رمضان. 3 مو من ورا رمضان عاد ينشر اللايف الاول ومن غادي ينشر اللايف الثاني وغوين. يعني الا ما حضرش شي واحد دابا مع حتى لقى الله يحفظك زين لنا سيف اللايف. نو برو جيت مرحبا بك ما جيتيش تصوكي لحقاش تستير. احنا ملتزمين يوميا. انا عرفتي برو اي ام تايرد كنت شربت قهوه هي بزز باش ندير هذا اللايف هذا. كان ممكن نقول وبلاش اخي انا ما نديرو ولكن كونسيستنسي اخي على عطيك وي. القضيه الثانيه الجولز دوينا على شي حوايج البارح. شنو هما هاد الاهداف اللي تحط في حياتك؟ الا باقي كتحط لي دوك الاهداف ديال انا بغيت نقرا باش نخدم مع الدوله باش نشد التقاعد. برو ما بقاش التقاعد. البارح اللي حضرت اللايف ديال البارح شنو قلت؟ قلت الوالد ديالي خدا التقاعد على 50 سنه، صاحبو خدا التقاعد على 45 سنه. شي صحابو دابا خداو التقاعد، شي صحابو ديك الساعه خداو التقاعد على 55 سنه، شي صحابو دابا خداو التقاعد على 60 سنه، شي صحابو حاليا داروا معاهم 65 سنه. برو عما قريب كما قلت ما بقاش التقاعد. هذه هي اللي جات كومونيكا عما قريب ما بقاش التقاعد. هذه ولا خاصك تخدم حتى تموت. ما كاينش علاش تاخذ التقاعد اصلا؟ صناديق التقاعد خوات علاش نظركم دازو من 45 ل 50 ل 55 ل 60 ل 65 حاليا 65. برو الا بقيتي كتحلم هذا الحلم هذا ديال غادي نخدم وغادي نتقاتل بشي خدمه مع الدوله وغادي نرتاح وغادي نشر رجليا تمايا ونشد التقاعد. شد التقاعد على 65 عام. حاجه اخرى ملي كانوا دايرين التقاعد على 45 عام علاش كانوا دايرين 45 عام؟ حيت بعدين كيموت 47 عام 50 عام يلاه كيجيبوا لي قد مع العمر ديالو فهمتي. ملي طلعوا عاوتاني حيت الانسان فهمتي ما كيطور التكنولوجيا والطب كيطور وامد الحياه كيتزاد ديال الناس. فين شافوا دابا لا موين ديال الناس كيعيشوا دابا راه ربي فهمتي ولكن رزق الاعمار مي لا موين في المغرب مابقاش كتسمع جا شي فيروس دا راه مات 40 عام ماشي 50 عام. قبل فهمتي او ما كيتشوف دابا فهمتي 70 عام دابا 65 عام يلاه غادي يجيبوا له فهمتي مع ناقص فهمتي غادي تخلص واحد 5 سنين فهمتي وصافي الله وبرو جات نشوف 70 عام 70 عام عم قار ما يقدرش كومونيكيو بحال هكا يقول لي وعرفتي يخلينا هز 67 ماشي بزاف وقوي على قريش بدات ب 60 ما دازوش ديرك ال 65 دازت 62 63 وعرفتي خليها 65 عم قريب. يعني برو الا كنتي كتسنى تحط بحال هاد الاهداف هادو ديال نخدم مع الدوله وكما قلت البارح اللايف ديال البارح بلا جات تنشر من بعد تزكلو بزاف ديال الناس هو شوف الا مشيتي عند 99% ديال الناس اللي خدامين مع الدوله دي ار نوت هابي ما فرحانينش. انت دير الاحصائيات ديالك ما تسمعش هضرتي كاعش اللي كنقول حنا في اللايف ما تيقوش. انت نزل للشارع وبدا تسول وتسمي تسول الناس اللي قرابين لك وسمي ما تسولش خالك. لقدش خالك هادشي يقول لك دسي ما تسولش ما تنقولش خالك بالضبط يعني تاخذ خالك يعني عندك مشكل مع خالك. سولش خالك ما تسولش عمك سول شي واحد بعيد عليك قول له اخاي واش انت خدام مع الدوله واش فرحان واش كيبان لك. تقول لك برو ما من نهار دخلت هنايا ما ديفلوبيتش ما درت والو ما
ما وسول شي واحد اللي ناجح في ديك الحاجه انت بغيتي تسولو فيها. ماجيش مثلا عند شي واحد فهمتي اللي مثلا كنهضروا مثلا على الخدمه، شي واحد فهمتي اللي خدم هاد الخدمه شي 10 سنين ولا 20 عام ما تطورش فيها بقى فيها والو، غتمشي تسولو استشار معاه بيان سور هو فاشل في ديك الحاجه ممكن يعطيك نصيحه فيها، ولكن سول شي واحد اللي ناجح في شي حاجه، شي واحد في عائلتك مثلا بيان سور ماشي ما تسولش عائلتك تستشار معاهم، ولكن تستشار معاهم في شي حوايج اللي هما ناجحين فيها، شي واحد مثلا في عائلتك ولا شي اونتربرونور ناجح بزاف. هذا خير شكر موضوع اخر، تمشي سير سيميو تمشي تسول اونتربرونور. سول يا شي واحد فهمتي ناجح، انا مع علاش كنقول مسول شي واحد اللي خدام مع الدوله تجي يقول لك برو ما هادشي ما فرحاش، انا ما فرحاش. لحقاش يوميا تتلاقى مع بزاف ديال الناس دكايز دي ارنوش هابي، ولكن هادشي غادي يكون معك صريح فهمتي الاغلبيه ماشي يقول معك صريح ماشي بيك بلي راه هو فهمتي مزال هو فهمتي راه ما عجبوش والله. الا كنتلاقى مع بنادم الا انا كنبقى كنكالمي تتلاقى مع بنادم قريب ياخذ تقاعد منصب كبير في هاد البلاد تيقول لك اسوء ما درت اخا يسيمو في حياتي هو دخلت لهاد الوظيفه وديك النهار فاش دخلت وفين بدات النهايه ديالي والموت ديالي إيفري فاكين وان تيشوفني السفر تلال. ولكن أنا الصات اللي كان معايا في الجامعة ملي كنت كنقرا ولا الصات اللي كان كدا مشى دار هاجي وعقلت عليه وحاليا داير كدا 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 أنا شنو درت؟ كنقول ليه برو جاست ريلاكس راه أحسن ما كان ممكن دير في العهد ديالك وديال الوالد ديالي وتمشي تخدم مع الدولة. وفغيمون ديك الساعة كان أخي أحسن ما يمكن دير هو تمشي تخدم مع الدولة. دابا تسمع لك ستارت اب بزاف، يما انت كري ستارت اب يما خدمش شي ستارت اب فهمتي زعما بدا معاهم من الاول ابخي فهمتي راه دايره في هذه النقطه هذه حتى هي ابخي تكبر معاهم فهمتي غتولي فهمتي زعما انت على الوظيفه زيرت هذه النقطه هذه. وغايز ندوزو للنيكست هي التركيز، فشنو كتركز شنو كتركز مهم بزاف على حقاش اللي كنتي كتركز في داكشي السلبي ما غادي دير والو، نكونفيرميها لك وما غادي دير والو فريمون. التركيز شي حاجه مهمه، خاصك تركز في داكشي الايجابي على حقاش داكشي الايجابي هو اللي كيخليني يوميا كنوض في هاد البلاد هادي وكنمشي كنخدم وكنمشي كنتقاد، لان فريمون راه كاين بزاف ديال الحوايج زوينه، كاين بزاف ديال الحوايج زوينه ما عمر الصحافه غادي تدوي لك عليها، ما عمر حتى شي واحد غادي يدوي لك عليها فهمتي، على حقاش الناس الخبر راه السلبي كينتشر دابا شي فيران كيمشي فيران. تقول لهم مثلا الجربه مثلا هي رانا كنسيمو لايف ندير التيست بجوج ديال لي فيديو نديرو لا حول ولا قوه الا بالله هكذا فشلت، يقول لك شتي قلنا لها جا نتفرجوا شوف هي مصيبه عاوتاني هذا طاح فيها طاقي تفرج، تقول له قصه نجاحي يقول لك تيتيو هاكيو ولاش كتقولها ليا؟ علاش العقل ديال الانسان اخي مقاد باش يشوف السبع يهرب يشوف الرعد يمشي يتخبى مقاد انه خاص تركز مع الحوايج السلبيه بعدنا ما بقاش هادشي ما بقاش عندك السبع ما بقاش عندك الرعد ما بقاش عندك هاد المشاكل هادو، ولكن يتستل داك العقل ديال الانسان القديم باقي في 2022 مركز مع السلبيه. انت يو نيد تو ميك ذا شيفت، خاصك دير واحد الشيفت لان خاص تركز مع داكشي الايجابي وهادشي اللي كيخلينا نوضو يوميا برو. شي نقطه يا التركيز ايزيبريتين زعما اي حاجه كتعطيها بزاف ديال الانرجي ديالك كتفكر فيها بزاف سواء كونسيامون بواعي سواء كونسيامون عن غير واعي راه اللي كتجيبها. ما تقدرش تكون مثلا كتقول عندك هذه المصيبه عندك هذه المصيبه راه غادي تجي قد تقدم على ديك المصيبه تصطح انت وياها، غير كتفكر فيها انت حتى ركزتي معها ما تركزش معها، ولكن ركز مع الاهداف ديالك فين بغيتي توصل وخليهم ديما في راسك. شي حاجه كنتي كتقولها يوميا كاين امشي لا زعما فهمتي اللي كنعيش زعما فهمتي ديال الحوايج بحال هكا يوميا شي مثال انا سبق كنقول واحد المثال انا نقول لك واحد القضيه كنوض حاليا ماشي از نوت ايفري فاكين داي، ولكن دابا نقول لك واحد جوج مرات في السيمانه باقي كنديرها ولكن شحال هادي ايفري داي كنوض كنكتب بزاف ديال الحوايج وكنكتب از نوت انفلونسر بهذه المنطقه اللي تيفهموا ما انفلونسر ديال تنكتب اي ام ذا نمبر 1 انفلونسر اي ام ذا نمبر 1 انفلونسر في الفيلد ديال ماركتينغ سلاش اي كوميرس سلاش سيلز. كنت تنكتبها نقول لك فور 1 يير اند هاف واو 1 داي تلقى دعوه من دبي واحد ليفنت تمايا درنا واحد الماركت ريسيرش وي فايند ذات يو ديد ا great impact في الريجن هادي في المينا ريجن والميا ريجن بغينا نتوجوك
as the number كتبوها كيما كنكتبها انا as the number one influencer في الفيلد ديال الاي كوميرس اند ماركتينغ. هير يو جو كنت تجي كتقولها انت في الاول خير فهمتي العالم ولا تيقول فهمتي الهضره اللي كنت كتقول في الاول جبتيها ولا شي حقيقه. انا كنت كنكتبها وباقي كنكتب بزاف ديال الحوايج فهمتي بزاف ديال الحوايج كنكتبهم وماشي باش نقولوا باش ماشي عاود شي واحد يتخر بثقه في الله لحقاش هادشي كنسميه في الايمان الايمان ديالك في من كاين في الاخر في الله فهمتي امن بالله ان داكشي هادي يضر انت عارف الله بالنسبه لهذا الشيء از نوتينغ بحال اللي قلتي مشيتي عند بنادم تيقول لك غادي نمشي عند سيدنا نطلب كريمه انت تصاحبي مع الله شنو غاطلب اطلب شي حاجه كبيره تقول لك او ماي جاد والله ما نسمعش منك. مثال واعر صراحه زعما فهمتي انت مع الله شنو غاطلب وحال برو هذا هو اللي تيقول لي هذا هو اللي كتلقى تيجي الله يقول لي في لي كومنت مثلا اقول الحمد لله وصاط اي نو الله اكثر منك على قداش كنتي قفي فهمتي وهذا السيطان هذا تجي تطرح لهم نفس السؤال ديال توكل على الله وكذا او ترى بغيت ولكن محال برو شك من الكوميونيكيشن ديالك مع الله طلب صاحبي ولكن خدم سي 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 نرجعوا للمثال اللي قلتي ديال شي حاجه كتفكر فيها كتجد بها عطيتي مثال واعر ديال شي حاجه اللي كبيره بحال كيخدمش عاموس باش انها تحققات نعطي مثال ديال واحد الحاجه غير صغيره خدات 5 دقائق باش تحققات شحال هذيك باقي صغير كنت كنسافر كنتريبي ومشيت للنواحي ديال الداخلة وراجع بالليل وما كاينش ماكاينش طونسبور من الداخلة ديال باش نرجع نربط وباغي نرجع اوتوستوب صور رجعت واحد السيد جابني كان غادي لموريطانيا حطني في الطريق تقاطع الطريق اللي كيدي الا مشيتي كي غتمشي لموريطانيا نمشي بحال هكا غادي تدخل غادي تمشي للجنوب ديال المغرب لشمال المغرب بغيت نقول الو بقيت واخا ما كاينش شي ساعه ونص الظلام والريح والعجاج وما كيبان والو وما كاينش طونسبور اللي كيدوز ولي كيلوز كنشي اللي ما كيبغيش يحبس وانا الباك باك ديالي وباغي باغي نطلع للرباط والنواحي هذا بقيت قلت اوكي غنجرب هذه المساله ديك باقي صغيره ديك الساعه غنجرب هذه المساله اللي كيهضروا عليها ديال you bring what you think about okay so قلت اوكي دابا غادي نعطي بظهري للطريق انا دابا باغي نمشي هاد الجهه الترونسبور كيجي من موراي غادي نعطيه بظهري ياك وغادي نبدا نفكر فيها واحد 5 دقائق ملي غادي ندور غادي نلقى الترونسبور اللي غادي يكون جاي غادي نشي اللي غادي يوقف ليا داكشي اللي درت بقيت واقف تنقول فهمتي ملي غادي ندور غادي نلقى واحد كنفيزواليزي هاد فيزواليزيشن كنفيزواليزي غادي ندور غادي نلقى واحد الكاميون اللي جاي من السنغال وغادي فهمتي لطنجه وغادي نشير ليه وغادي يضرب فيا الفار وغادي يوقف وغادي نطلع معاه وغادي نمشي معاه غادي يوصلني لوقيت اللي غادي ندور غادي يبان لي واحد الضو بعيد جاي غادي نقول اوكي غادي نجرب درت يدي بحال هكا ندير اوتو ستوب شي ساعه ونص ولا وقفت واحد ما غيوقف ليا داز ما وقفوش ليا من بعد ما فكرت فيها وفيزواليزيتها درت وقت ملي كنقول لا اول واحد داز شيرت ليه وقف قلت ليه منين جاي كيجي من السنغال فين غادي لطنجة وركبت معاه ومشيت معاه مازال حتى للعيون وحتى حتى الوالي فين وصلنا مازال شوف دابا غير دبا خدات ليا 5 مينيت باش تحقق خدات ليك انت عاموس باش تحققات كيف داز مار واش حاجه كبيره ولا حاجه صغيره لا مازال باش ما تنديرش حتى الفيزواليزيشن اما كون كنت كندير فيزواليزيشن كنت اخي اي دونت نو تحقق في واحد الشهر كيفاش كتحقق زعما جاست بلي الا انا لا اصلا انا محتاجهاش والله اخي شكر هذيك اللعبه ديال حتى ملي كتكون في غناء على هذا الشيء هذا كامل انا دابا الدراري بحال اللي قلت هذاك اللي كيزرع شي لعيبه وتيبقى عاس عليها بحال اللي قلت واحد جاب شي بذره دخلها الارض وسقاها مشى 5 دقائق ويقول باقي ما بغاتش وتيجبدها وتاني كيجبدها تيطلع عليها وتعاود يغرسها دير الخدمه ونسى وسير كمل خدمتك عادي دير اللي خصك دير بلا ما تبقى علاش نقول لهم بغيتي دير الايكوميرس دير الايكوميرس بلا ما تقلب على الربح راه غادي يجي مع الوقت جاست انت دير خدمتك يس 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 وخلي الكون والله فهمتي يدير خدمته حتى هو باش حقق المساله عرفتي برو وين هادشي ديال الفيزواليزيشن و لو اوف اتراكشن في الاخر زعما راه از لوت اوف ستوريز ولكن ماشي هي اللايف ديالنا حتى نديروا واحد اللايف على نجمعوا ذا جايز انت اخي شكر سم ستوريز فهمتي راه يو بيليف ان داك الشيء فريمون كاين جايز كنصحب واحد الكتاب حتى هو سميتو ترون سيرفينغ ديال فاديم زيلاند الكتاب فيري ادفانسد لا تفهم ماشي على حقاش بزاف ديال الناس اللي كيبغي يشونجي الواقع ديالو كيبدا مضارب مع الواقع وما خاصكش تضارب مع الواقع خاصك ترجع للور شونجي راسك انت غادي تشونجي الواقع اتس هارد تو اندرستاند خاصك تقرا داك الكتاب طريح مع راسك واحد المده ميبي يو كان اندرستاند ماشي سير فهمتي على حقاش شنو هو
هي هذه رياليتي ترانسيرفينغ فاديم زيلاند كاين رياليتي ترانسيرفينغ وكاين حتى ترانسيرفينغ ديريكت هو هذا فاديم زيلاند فلاديمير سو لا فاديم زيلاند اوكي سي سي فاديم اكتب فاديم يا ترانسيرفينغ تلقى بالفرنسي على قداش عندك جوجل بالفرنسي ترانسيرفينغ كايز واحد الحاجة مهمة الدراري كما قلنا التركيز باش تركز تركز في الفرص والحلول اجيب لك شلا حتى راه كاين لوت اوف اوبورتونيتيز جايز فهاد البلاد هادي براد البلاد هادي كاين عطا الله شوف الاوبورتونيتيز كاين في كل دوره في كل بلاصه ولكن بحال اللي قلتي العقل ديالك نوت ريدي تشوف هاد الاوبورتونيتيز اللي كاينين ريدي ماشي تنقول لك نتايا ريدي بزاف الناس العقل ديالهم ريدي يشوف المشاكل يعقب على المشاكل كومونت على المشاكل ما عندها باش تعاونك بليز ركز في شي حاجه ايجابيه حاجه اخرى مهمه هادي تاني تزيدت بها الاخوان عادي كنبارطاجيو نفس سميتو كيفاش كتشوف الناس صحاب الفلوس قسما بالله الا كنت كنشوف شي سيريسات هذا الصف الدواري زي كيظهر كنت كنشوف شي سيريسات كنقول ها واحد الشفار قال لك انا حيدا مزيان راه شفار كنت صغير كنت سيرتو السيريسات كنشم محمقاني تنشوفها تنقول ها واحد الشفار ولكن ما نلومكش اخي التربيه اللي كبرنا فيها كبرنا وقراونا وزرعوا فينا لانه اي واحد فهمتي باش دير الفلوس كاين واحد التخاج ديال التخاج باش دير الفلوس انك كتشري سيريسان راه ما يمكنش بمعنى اي واحد مشى شرا شي طوموبيل اللي واعره راه سارق فلوس الشعب فهمتي ولا كيبيعوا شي حاجه ماشي ليك هادو ما جوج حوايج اللي ولا بغيت كاين الخواط دونك صافي ملي كتولي انت عندك هاد العقليه هادي امبوسيبل دير الفلوس لان شنو خصك انت تولي شفار انت ما يمكنش تولي شفار ودونك اصلا كتحط الفلوس فواحد الاتجاه اللي هو خايب عقلك ما تيأكسبتي شي حاجه اللي نتوما بعدا خونا على هذا الشيء ما عندنا ما نديرو به حنا ما يصلحش ليه وبالعكس اخاي الفلوس is something great الا ما لقيتي ما دير بها نزل كاين بزاف ديال الطلبه طلع فيهم كاين بزاف ديال الناس نزل الافريقيه لتحت هذا الشيء اللي تقولها الفلوس اصلا ما تخليكش تحس بالسعاده ولا ديك الهضره ديال حتى هي داخله في هذا بزاف المعتقدات على الفلوس الفلوس الناس اللي يديري الفلوس ماشي سعيدين برو الله اخويا الله راك غلط الله الا راك غلط اي نيوان تعرف عنده الفلوس سعيد حتى انا مازال ما تلاقيتش شي واحد فهمتي اللي عنده الفلوس فهمتي وماشي سعيد تقدر تقول لك وكنعرف واحد عنده الفلوس ومسكين مريض ومهلوك بالسكر انا كنعرف 100000 واحد مهلوك ومريض بالسكر وما عندوش الفلوس ما احسن تكون عندك الفلوس ولا ما تكونش عندك الفلوس كنعرف واحد مسكين عنده الفلوس كثيره ولكن مريض يتستير كيمشي للكلينيك وغادي يمشي وغادي يجيب احسن طبيب وغادي يجيب احسن طبيب وغادي تحصل على احسن عنايه ما نصاد ما تدافعش على لا لا الفقر معركه فهمتي خاسره وما في صالحك تدافع عليها كاع غير بعد من تما دوينا على كيفاش كتشوف صحاب الفلوس خصك تقول علاش دابا حاليا مول سيريسات از فاكين نوتينغ دابا صافي فتنا هذا ديال التساخر عشيري خلينا نقول لك شنو كاين ولكن دابا خاي مثلا اليوم كنت في كازا ديال الشتاء اليوم شفت واحد البنت اللي قبل المغرب ديزا نقيه ونقول وان داي هذيك بحالها تكون عندي في البارك كنتخايل البارك واحد 7 كارز ذا بيست كارز وهذيك البنت اللي حتى هنا هو شفتها وانا نقول صافا هذه تكون عندي حتى هي في البارك و هاك واحد الفيلينغ ايجابي داز ديال ما عندي من صلاه الصفا هذا دواك فهمتي يعني ذاتس ذا رايت اتيتيود يس 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 ولا شفتيها يقدر شي واحد اخر تشوفها تقول ممكن ان شاء الله غادي ندير بحالها ممكن تقول ان شاء الله ندير احسن منها ولكن المهم هو كاين جوج ديال الرياكسيون كيما تكون ديك الرياكسيون ديال ود الحرام فهمتي ولا كيعيق عليا ولا شي حاجه بحال هكا ولا شفار هذا بحال انت ولا غبار ولا ما عرفتش شنو هذه الرياكسيون الاولى ما غاتدفعك فورا بالعكس فهمتي غادي تزيد فهمتي تاكد لك انه زعما فهمتي راه ما عمرك ما توصل لذاك الطوموبيل فهمتي بلي بزاف عليك ولا تقدر تقول فهمتي
هذاك الساط جديد وديك الساطة جديدة، انا واحد النهار فهمتي غادي نولي بحالها ولا واحد النهار غادي نولي بحالو ولا احسن منه كيما قلت. وهادي غتعطيك فهمتي غير كيما قلتي تركيز اكثر في الماتش. تيقول لك باغي نكون بحالك اخي السيمولا، تيقول لك كون احسن مني احسن لك. علاش نصاد بحالي احسن مني؟ ويو كان يو كان شعار يو كان راه يو كان فريمون والله الا يو كان. وانت اخي الشكر شنو شكون اللي قال اخي الشكر حنا واحد النهار غادي نكونوا في هاد السيتويشن ومن هنا 10 سنين الحمد لله؟ لان راك عارف دابا انت المعادله، سير تجا في خدمتك وخلي الدماغ ديالك نقي وتجا في السبور ديالك وداك الشيء تافونس صافي. فهمتي دكين شنو هو المايند سيت؟ من 10 سنين تلقى في واحد الوضعيه احسن ان شاء الله. يعني فهمتي شكون اللي قال حنا اخي غادي نوصلوا شحال؟ شكون اللي قال اخي غادي نكون انا اليوم مرتاح بحال هكا بخير كذا كنفكر في سامثينغ بيغ ايفن جا شكر جايز باي ذا واي سد البيزنس في الانترنت. غادي نديرو واحد الحلقه عليا ان شاء الله غادي نهضروا في هادشي ودير مليون حلقه عليك اخي. لا والله لا والله لا برو اي ريسبكت يو وحق الله على حقاش ذا جايز ستارت from internet making money from internet move up. ما بقاش كيدير صافي دابا نو اونلاين ودا اي باش اخر انه زعما راه ما كاينش الفلوس في الانترنت، راه كاين فلوس بارتو. اما الانترنت فهمتي انا بدا فهمتي زعما مادين بزاف فهمتي التكنولوجيا ديال الانترنت فهمتي كنت باقي صغير كنمشي للسيبر كنصاوب لي سيت ويب ادسنس باش بديت ابري فهمتي ديال الكوميرس فهمتي الحمد لله فهمتي حيت بخير زعما من هذا الشيء. لا والله الا خير الانترنت هي اللي درت الديمقراطيه ديال الفلوس اكزاكتوم. يعني ولاو الفلوس ولاو طاحوا عند الشباب بحالنا وبزاف ديال تين اوف تاوزند اوف بيبل في المغرب وفي العالم اخي. وبحال الهند راه الثوره ديال الانترنت درت الديمقراطيه فهمتي. دابا اي واحد فهمتي يمكن ليه فهمتي يخدم ما تقدرش تشكى تقول الدوله ما فيهاش فرص العمل. اش جلسك انت هنايا ومزيان انت غتعاون الدوله شي باش تخدم شي ودمنتي راسك راك راهما شاكرين لك. ما نتي يقولوا لا راه داينا فهمتي داينا الناس ما كنا ما نخدموا راه مزيان لهم حتى هما فهمتي. حيت ابخا كتلقاهم عندهم مئات الالاف ديال الشباب اللي خصهم يخدموا وما عندهمش فرص واحد الله كيكريو غير هكذا غير باش يخدموا. لا 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 شوف كان هذه السيمانه الفايته كنا مريحين مع وزير الشغل الى الهم الشاغل هو كيفاش نخدموا هاد الناس هاكا كيفاش غادي نخدموا هاد الناس شنو ممكن راه ما كرهوش كلشي يكون خدام كلشي يكون بخير كلشي يكون ولكن راه لا حول ولا قوه نمبر كبير و ستيل دابا كاينه المبادره اللي كانت ديال انطلاق كانوا فيها ماشي مشاكل وبناس في الدوله قالوا عرفنا دازوا فيها المعارف ودازوا فيها كذا بنادم اللي عارف شي دوز ليش تواصل دازو كذا اللي استافدوا شي ناس مي كانوا استافدوا اكثر كان يستافدوا اكثر. وكانت الدوله ما عندك ما تلوم فيها على حقيقه الدوله سيدنا من الفوق قال لهم اوكي هالمبادره بدات من عنده توكلوا على الله. البنكات اصلا ما تيابروفوش لي دوسي كنعرف شحال من دوسي محطوط ويو كان حنا براسنا حنا يو كان محتاجينش اخي ديك 120 مليون ديال المبادره ولكن از لونغ از حنا قادرين نشدوها ونردوها وسيدنا حطها وانا من حقي مشيت اخويا انا كمغربي دفعنا الدوسي عرفتي كيو كان داك الدوسي مرضنا عليه تصور انت حط كلشي ستيل يو كان وبداك البوا ديالنا وداك الشيء لدرجه ان سميتو بونكيي لدرجه لا سميتو الشيف داجونس السبيتر لدرجه ان الشيف داجونس جايز قال صيفط ايميل ديال جايز راه ابروفو الدوسي هذا ماهيش ابروفو صيفطوا للهيتس ديالو ات ابروفو الدوسي هذا تقبلوه ما تقبلوش راه غادي نديميسيوني امبوسيبل دوسي بحال هذا مطرق ما عندكش من تعيب اخي الشكر هادي التوب ستارت اب في المغرب ماشي نمبر 1 ستارت اب في المغرب ماشي قال لا انسى فهمتي ما كنتش يقولوا لك لا ترتاح بالعكس حنا ما محتاجينهاش وبخير انسى ما تيجاوبوك لاب اعلامي وبعد ضغوطات كثيره ابروف الكريدي وخونا لانه دوز داك التمرضين ديال البنكه ديالو ديميسيون كيت ابروف الكريدي لان ستاتشو
الدولة من الفوق باغا الأمور تمشي. البانكس أمراض، البانكس أمرض حاجة هي شو من كتب من الفوق كتجي مقادة كتمنى زلت تأبليكي الأمور اللي تحت ما كتمشيش مزيان. ولكن مش تخيل إذا مش حل دبل ستارت أب مثل اللي كانت هي دافعة اللي أتنعرف أنا دوافة ديال خونا كان حل صال 12 عام بغي سكيلي لاصال ديالو بغي يدير صالح حسن دافع دوسي متقوم أمورو مغيزة كيفهم في الاندوستري ما عندكش من الدوي معاه تي تمكين للجواب إلى يومنا هذا. ها فرصة، فرصة is something great. الدولة دارت عاوتاني المبادرة الثانية ديال فرصة كري ديال لي جون 10 ديال المليون وصرت تخدم. اي هوب تكون مزيان ان شاء الله، اي هوب يكون الامور متلوقه ومرخوصه ونشوفوا بزاف ديال الشباب يستافدوا ان شاء الله. يا ان شاء الله فهمتي يكون امباكت كبير بها. فوالا هادشي شحال ما كانش قبل كاع شوف ملي كنت دابا انت بدا ما كانش كاع ما كانش كاع دابا راه اخي علاش نوليك هادشي جا من ان راه تيتقاتلوا اخي يعني تستيل راه خصنا نلقاو حل كيفاش تخدم الناس. هذا علاش تيعطيو كريدي علاش تجي سميتو باش يخدم هو ويخدم مع الناس. كاين بزاف اخي من غير هادشي كاين واحد الدري صاحبنا في مراكش كاين بزاف استافدوا من لي ام دي اش هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. جايز هذا نستقبلوا شي نهار في هاد اللايفات هادو استافدوا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه خدا شي 20 مليون اول مره بعد المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كانت كتعطي للجمعيات لاول مره ولاو كيعطيو للشركات وسميو لان يعني الجمعيات حنا عارفين ما تستيل دابا واحد فقير مشيتي عطيتيه فلوس هادي ياكلهم ماشي بحال هذا شركه عطيتيها فلوس هذاك الصاط غادي يمشي غادي يخدم واحد 3 4 5 ومن هنا واحد 3 سنين 4 سنين 10 سنين ما عرفناش فين غادي يكون واش غادي يكبروا غادي يتكاثروا فهمتي هذا دابا راه خدام دابا اكثر من عام وقبل ما ياخذ هذا شنو نسموه دعم كان ديجا خدام واحد العامين قبل وخدا دعم ودابا خدام العام ديالو الثالث ومخدم واحد سبعة الناس يعني انك من واحد السبعة. لو تقولت اكزامبل ديال زعما فهمتي ملي كتجي الدولة كتدعم صوب 10 مليون كنهضروا على مليون ديال الريال السنتيم ماشي ديال الدرهم صوب 10 مليون 20 مليون فهمتي راه تقدر دير امباكت كبير فهمتي في المجتمع في الايكونومي. ندوزو للنيكست بوينت نيكست بوينت اللي فيري امبورتنت النقطة المهمة حتى هي صحابك عشرانك شنو اللي دايرين بيك النيتورك ديالك يور نيتورك is your network هذه نقولها يعني المحيط ديالك شنو نطلع ترجمنا your network is your الدراري هي العلاقات ديالك هو راس مالك فريمون راس مالك ماشي مول في الحال عندك صحابك الناس اللي دايرين بيك الناس اللي كتلاقاهم فهمتي في النهار ديالك اللي كتعمر معاهم فهمتي راه الا جمعتيهم واحد الدري صحابي كانوا داروا ليكزيرسيس كيعاودوا لي عليه مشاو حسبوها بالضبط مشاو قالوا اوكي نمشيو حنا نشوفوا خمسة الناس اللي كنتلاقاو بهم نحسبوا نشوفوا نحسبوا لهم فهمتي المعدل ديالهم في العلاقات ديالهم مع الزوجة ديالهم مع عائلتهم نحسبوا المعدل شحال راس المال ديالهم نحسبوا المعدل فهمتي التعليم ديالهم فين واصلين الثقافة ديالهم ونشوفوا المعدل ديالهم واش هو واش هو ديالنا حنايا ملي حسبوها بالضبط ورقة وستيل وهذا فهمتي طالع في هذه ناقص في هذه لقاو بلي المعدل ديالهم هما فهمتي في هذوك النواحي ديال الحياة ديالهم كيف راه ماشي غير هضره راه سيونتيفيكمون بارلون راه بصحني زعما راه بالورقه الوسطيه راه محسوبه ما راه بصح كيف الا كنتي مثلا انت كتلاقى بلي مليونير فهمتي بحال علاش ما نديروش هكا بحال فهمتي غتكون مليونير فهمتي ولكن دابا غادي نقز لك شي واحد من تحت نقول لك المشكل اللي كطرى غنقز شي واحد من تحت جايز ويد ريسبكت مع بالاحترام ماشي زعما حتى شي نصات اللي ما عندوش صات ما عندوش حتى 5000 درهم يقول لك واش انا باغي نريح مالي مليونير ما عرفتش بان لي ماجي ينفعوه في والو كاع اللي نفعات كلشي حاجه قليله وخصو بزاف ديال الخدمه وبيبي ستيبس ما يمكنش تقول فهمتي من هذيك انت بحال دابا انا رايح مع ايرون ماسك وبيل جيتس يقدروا يزيدوا في واحد الليفل كبير عليا اللي صعيب حتى انا مازال ما بغيتش نجلس مع ايرون ماسك تحت لي فرصه نجلس مع ايرون ماسك ما ناخذهاش نقول له الجلاليه شويه حيت كما قلت يقدر يهضر في شي لغه اللي انا ما نفهمهاش فهمتي غادي نضيع الفرصه اللي كاينه عندي صافي فهمتي شويه بشويه فهمتي يتلاقى بشي بليونير فهمتي واحد تلاقى شي واحد فيتني شي واحد فهمتي 1 بليون 10 بليون فهمتي 20 بليون فهمتي ريحنا مع السيطان ديال 100 مليون ملي كان انكل جي في 100 مليون كنا نريحوا هذاك النيتورك صافي راه عندنا دابا ولات تبان 100 مليون يو كان دابا فالويشد از مور ذان 100 مليون بارك الله فيك سامثينغ فهمتي يعني
ولكن لجا بليونير دابا اتس اوكي شي واحد دار شي بليون دولار كامباني كاينين هادشي انسبيريونا ولكن شحال هادي هادي دوي شي هضره كبيره عليا انا ما عندها باش تنفعني راه يبرص ليا راسي انا عندي 2000 درهم خاصني داك الصاط اللي كيدخل توريني كيفاش ندخل 10000 درهم احسن صاط ممكن سميتو عندي زيرو درهم خاصني داك الصاط اللي يوريني فري ترافيك ويوريني كيفاش نخدم فايفر ولا اي باي وحاجه اخرى دابا جلستي مع هاد الناس هادو وراه النصيحه ديالهم راه صعيب تبقى تبقى كنطبقش عليك جيتي فيريجي البانكا اكزاكتو صح ما كيفاش جيتي لي فيريجي البانكا اجي تحط نتايا 20 اجي لي فيريجي 80 الا عندك 10 المليار دونك انت عندك 20 مليار دونك انت عندك 100 اجي دير شكون الصدر ما عندي التاريخ يا سميتي ما غاديش ينفعك زعما غير عطيك نصيحه فهمتي كما بغات تكون صافي فهمتي غادي ينفعك سيفي بدا فهمتي بلاص فهمتي اللي نقول مثلا انت في نيفو زيرو فيلا بادي مازال ما كاين شي حاجه فهمتي عند الناس فهمتي اللي نيفو 1000 سيفي الناس اللي في نيفو 5 نيفو 10 نيفو 15 وانت غادي نيفو اللي قريب لك تقدر فهمتي تغير ابسوربي منه فهمتي وديجا هما دازو ديك التقنيه والله اخي الا شوف السطر اللي انسبيروني في الاول انسبيراني واحد السطر تيدير 15000 درهم في ادسنس هذا كان واحد من الناس اللي فريمون قلت واي لا صاحبي 15000 درهم باش انا اليومين هذا ما تجي لذاك السطر لان اخي تستيل انا راه زيرو زيرو 15000 درهم فهمتي شي حاجه اللي وحاجه اخرى هو انه انت ملي شفتي السطر اللي كيدير 15000 درهم ممكن انت ديك الساعه كدير واحد 5000 درهم ولا 10000 درهم بنت لك راه ممكن حيت راه قريبه لك ملي تلاقيتي السطر كيدير واحد 15 ديال الدرهم في الشهر غتقول فهمتي لا راه ما يمكنش غتبان لك صعيبه وامبوسيبل ديرها كيف شحال ما كانت قريبه ياك شحال ما كتكون انت في الدرجه كان تيدير 15000 درهم ماشي مليون درهم 15000 درهم المثال اللي بغيت نقول هو انه الا تلاقيتي هاد السيد نيت وكان كيدير مثلا 150000 درهم غتبان لك صعيبه ديرها ما غاديش تحطك كوم اوبجيكتيف مي 15000 درهم ديك الوقيته انت بالنسبه لك كما قلت لك دير 5000 ولا 10000 درهم راه قريبه فهمتي راه يمكن لك ديرها ودرتيها وابخي كنا كنديرو شي 2000 3000 درهم اكزاكتومون فوالا انا ابخي عاوتاني بدلتي الساط جبتي عاوتاني واحد مثال اخر اللي كيدير واحد 50000 درهم فهمتي وصلتي ليها عاوتاني فهمتي شويه غدا غدا ودابا فهمتي انت كتشوف فهمتي الناس اللي كيديروا البليانز فهمتي وابخي حتى اخي جايز باي ذا واي والله دابا اخي شكر انت ارنولد دوين بيزنس باش تربح ودير الكاش فهمتي كرييتين فاليو يس وار كرييتين فاليو حتى حنا كان سو دي نيشور والله ماشي نديرو البيزنس باش نربحو كاع داكشي اللي كنربحو كنعاودو انفيستيو بواحد الطريقه فهمتي لدرجه انه وي دونت كير اباوت يدخلوني الفلوس كون بغيت ندير الفلوس ديال نمشي نفوكسي بالفلوس ولكن راك فهمتي الدرس شنو غادي دير بالفلوس ات دي اند هذا هو السؤال يا هذا رجع عندك البوان اللي قبيله هو هذه النصيحه اللي درتي على دابا ما يقولوش شي واحد فهمتي اللي وحق ربي الا كنت سمعت كاش اي ستراش وانا نطوز وانا نسد الفيديو بصح هاد النصيحه هادي ما نجيش نسمعها من شي واحد اللي فهمتي يلا فهمتي في الدرجه الاولى والثانيه يلا فهمتي باغي يدير بلاصتو يلا باغي يلا كيتقاتل حيت بالنسبه له هو تقول له فهمتي كرييت فاليو فهمتي اش ديال باقي فهمتي خصني نعطيني الكاش بعدا ونكرييت فاليو عطيني نجيب خلي فلوس ملي كنمشي مثلا عند الناس مثلا اللي they have like multi-millionaires like hundreds of millions if not hundreds of billions ما كاينش غير انه كيفاش تمشي دير الكاش هذاك الشيء راه غادي يكون ريزولتا ديال انك انت ملي كتكري الفاليو كري الفاليو بحال يو كان فمشي كري واحد البرودوي انهم داروا واحد الفالو في المارشي ماشي بحال بزاف ديال ستارت ابس اللي جايين اللي كنت انت شنو ردوا لنا ان شاء الله ان شاء الله الفاليو بحال ستارت ابس لا شكرا والله لا اي ريسبكت يو برو زعما درتو شوف بشهاده بزاف ديال الناس داكشي اللي درتو في الاندستري سيرتو مشيتو لواحد الاندستري اللي فهمتي ما مجيرياش مزيان ما مقداش مزيان ما اخي ان شاء الله نشوفكم اخي في افريكا كامل ان شاء الله ان شاء الله اونصوب ان شاء الله يسال كنت كتشوف شي حاجه فهمتي في المارشي اللي ما عطيناش الناس قيمه فهمتي اتس اندر سيرف مثلا هذا الستيلو هذا باي اكزومبل فهمتي كيكتب بحال هكا كتشوفو كتقول اوكي يقدر يكون احسن نقدر نصايبو بواحد الطريقه فهمتي اللي غادي يكون بليز افيكاس هذيك هي الكرياسيون ديال الفاليو كتشوف شي حاجه اللي ما قادناش مزيان كتقدم بطريقه مزيانه بحال لا كاع ما كاينش ستيلو في الاصل انت تعطيهم شي حاجه
العقلش كاين ولا تعالج المشكل تعالج المشكل والمشاكل والمشاكل لا تنتهي يا اخي في هذه البلاد هذه والحمد لله مشاكل اوبورتونيتيز هذو واحد يقول لك واه حتى مزيان سير قالت لي انت غير مشكله انت كاين بزاف المشاكل ما كتساليش ملي كتصبحوا انت في المشاكل حتى الليل انت في المشاكل ولكن ممكن تحلها يس ودريت تشست مان ان دوورز اغنى رجل في العالم اللي هو ايلون ماسك دابا راه غادي مابقاش بليونير ولا راه غادي باش يولي تريليونير يس اول واحد في العالم غادي يكون تريليونير كيفاش وصل لها غير انه عاد واحد المشكل اللي كبير وانه كتهز الطوموبيله كدير فيها المازوط دابا المازوط راه غلا هاد المازوط ماشي ما كينفعش البشريه غير كيزيد فهمتي كي كيلو تاع اكسيتيرا المشكل اللي حلو قال كيفاش هاد الطوموبيله هادي نقدروا حنا نردوها تخدم بالضوء الضوء موجود ونقدروا نكونوا فهمتي بالطاقه الشمسيه الطاقه الريحيه نقدروا نكونوا كاين عنده واحد البي 1 واقيلا ياك ومشدها فهمتي داها الماكلان قال لهم اوكي الطوموبيله ديالي بغيت تكون تشوفها تبقى تمشي بالضبط كيضحكوا عليه قال اوكي تشارج اكسبت انا غادي نمشي نحل هذه المشكله هذه ومشى بقى كيقلب ولقى فهمتي واحد الفوندرز واحد اخرين اللي جا خدام هذا البروجي هذا وبارتنر معاهم باش ملي كنجي تيسلا دابا تيسلا فهمتي راه هذا العام هذا راه باع واحد 300,000 طوموبيله فهمتي جمع مرسيدس جمع بي ام كامل هذوك التوب 5 كومباين مجموعين ما باعوش قد هادشي اللي باع هو فهمتي الكترونيك كارز ما عرفتش اخي على المبيعات في الحجم ديال المبيعات تنقول يقدروا يكونوا باعوا اكثر ولكن هو الفالويشن ديالو راه اخي بيجر من هاد الشركات كامل جمعهم كاملين فهمتي جمع الشركات كاملين يلا غادي يساووه هو وماشي وفاتهم يا صحيح واحد ما كانش كيفكر حتى هو في الكاش كيفاش يمكن نربح ولكن كيفكر كيفاش نكريان كري فالي بيان سور هادشي راه كما تنقول لك راه كل نصيحه ودرجات راه ما كاينش هاد النصيحه تاخذها فهمتي يلا بادي بيان سور كاش ايزي بورت انك تدير لا بادي ركز في الكاش السيمانه كنتي معنا في الميتين بلا ما نقول سميت الصاد اللي جا من كازاكتا النصيحه ديالي اللي سمعتها هي برو نسى كلشي الكاش خليك مركز حاليا في الكاش لحقاش ستيل واحد المرحله اللي خاصو الكاش خاصو يدير شي بيزنس اللي غادي يدخل ليه الكاش في لو ديبي واخا خاصك تركز في الكاش ابري ملي تولي بخير وعندك باش تصرف حياتك وكذا وما يبقاش هزد لي ماد والمشاكل ديال اللي خصني باش نعيش هذيك الساعه ياس اجي اخي كان تكري الفالي يس ولي كل مقام مقال كل نصيحه فهمتي راه عنده مستوى كل نصيحه كتنطبق على واحد المستوى معين اخي الفرين خلينا فريندز اند نيتورك فهمتي برو هاد الخلاصه هي ما تقولش ماشي تكون بوحدك وتقول وراه ما كنلقاش مع مريح حتى الريح مع هاد العشرين هادو اتس بيتر مزيان خير شكرا حتى محيد محيد وحاجه مهمه زعما راه واخا تقول ما كاينينش الناس فهمتي دايرين بيا اللي نقدر نتلاقاهم اللي هو بدوك المستوى انت جيب كتوبه قرا لدوك الناس ديرهم فيرتوييل واخا دوك الناس انت اللي بغيتي ما كاينينش في التوباج ديالك انت كريهم يقدروا يكونوا حيين يقدروا يكونوا ميتين مي فهمتي شوف فيديوهات ديالهم فهمتي قرا كتوبه ديالهم خير شكر دابا كاين بزاف ديال الدراري زوينين ما باينينش غنقول لك بحال شتي في الماستر مايند تلاقاو ناس وانت حضرتي له تيقول لك او هذا ولد الحومه صاحبي كنضل كنشوفو ما عمرك كان كيصحابني خدام في الانترنت لحقاش اللي سد على راسو الاخر حتى هو خدام وسد على راسو وتي عرفتي يشوفوا في الحومه هذه تيشوفوا هذا ولكن ما عمرها ما تقول ما يمكنش تعرف الناس فغيمون غيكون تنقول انا شوف حيت تكون ملي كتكون انت زوين شوف اوتوماتيك كتاتراكتي الناس اللي بحالك والله يا اخي لا اوتوماتيك انا وانت ما جيناش تلاقينا غير هكاك فهمتي ما حتى شي حاجه من هنا تبغى نفكر كيفاش بدات العلاقه حتى شي حاجه من هكاك جايز واحد الحاجه حتى هي مهمه ندوي عليها هي حتى هذه مهمه ديال كيفاش كتبغي تخلص حتى هي مهمه على حقاش اخي نصحك انا ديما الا بغيتي تخلص على البيرفورمانس ديالك على حقاش اللي خلانا الحمد لله والشكر لله نديروا الفلوس هو كنا كنتخلصوا على البيرفورمانس كنتي خدام على السانس كنتي خدام سي بي اي كنتي خدام اي كوميرس ما كاينش تتخلص على البيرفورمانس ديالك ماشي على الوقت ديالك ماشي على الوقت ديالك ماشي صالير على حقاش دابا لوط اوف جايز تمشي تبقى نيغوسي الصالير تقول له معلم راه واخا نعطوك الصالير ديال 50000 درهم 40000 درهم 90000 درهم تنعرف السيطان كاين اللي في مراكش كاين اللي في الرباط كاين حياته فهمتي ديك 90000 درهم تيساليها واش يبقى تيتسنى تيدخل في الماينس في الكريديت لاين ديالو تيتسنى الصالير يدوز باش يكوفري هذيك وتيعيش واحد الحياه ديال المعاناه لانه ما تيبقاش ساكن في ابارتمون تولي كاري فيلا ولا دير كريديت ديال فيلا تولي تقرا لوليدات في شي ايكول كيطلع لي ستوندار وملي ضربات كورونا ادخونا هذا مشي جات مزيان تشفى واش مشي هذا واحد شاف ديال واحد ريستورون في مراكش
مضربه الكورونا دخلنا يمكن شي 40000 درهم عطاو 2000 درهم ما عاونتيش قتلتي انت على حقيقتاش كان تيقري ولادو فيكتور هيغو يمكن شي يقري ولادو فيكتور هيغو من بعد ما يمكنش يسكن نفس الحياه اللي كان عايش علاش نقول لهم جايز ما تبقاش تنيغوسي الصالير وما تبقاش تحلم باللي غادي دير لاباس من الصالير دوي في شي حاجه اخرى دوي في البيرفورمانس سيس اي كونفيرم اخي زعما اولويز نيغوشيت زعما كنجي بزاف ديال الناس انهم يحطوا راسهم دي زونفيرونمون في انه ممكن ما يبقاش يديروا شي في الوقت ديالو انا خدمت 6 سوايع خدمت 8 سوايع ولكن على المجهود اللي كيدير كما قال سي محمد المجهود اللي كدير والفالور اللي كتكري زعما غادي يجي يخدم في هاد لونتربريز اللي غادي يعطيو قيمه للمجهود اللي كندير وغادي نتخلص سو فورم دو بريم دو بيرفورمانس بريم ديال السيلز بالنسبه للناس اللي كيديروا السيلز اي ريكوماند السيلز اخي اي ريكوماند السيلز انا خايل الفلوس درت الفلوس از ماركتر و سيلزمان هادو هما الجوج اللي خلاوهم يدير فلوس ذا جايز تيخافوا من الماركتينغ تيخافوا من السيلز كتقول ليه كون دير كوميرسيال راه فيها فلوس لا صعب الكوميرسيال صعب واش انا بنت لك ولد السوق شنو بغيتي اعمل بغيتي انت تكون في بيرو مرتاح ذا جايز بغاو هي التايتل فهمتي ما كتقول لي راه كوميرسيال راه هو كل شهر شي كوميرسيال صعب ملي كتوصل لواحد ستاتيو ديال ديك الشركه كتجيب ليها بزاف ديال الديلز ما يمكنش يستغناو عليك فهمتي كاين انت بالنسبه ليهم واحد الوقيته راه كتولي كتبان انت هو السي او اللي ما كيبانش فهمتي اللي كتطور العجله اجي تنقول ما هي ذا جايز دي دونت ريسبكت تيقول لك هذاك هي كوميرسيال برو كوميرسيال عنده واحد البوتونسيال كبير واش هو ريال سيلزمان ما قليل اللي ريال كتلقى راك طاريه دايرينها غير تصادف معها والبوتونسيال اخي راه كبير وين يو ار دوين سيلز ديما تنضل تنصحهم جايز ليرن ذا ماركتينغ البارح الحلقه قلتها شي ثلاث المرات جايز تعلموا الماركتينغ بليز learn the marketing تعلموا السيلز هاد الجوج هادو في اي حاجه كنتي غادي ينفعوك ما ينفعوكش في حياتك زعما فهمتي غير الخدمه في حياتك العامه فهمتي مع الناس غير كتنيغوسي شي حاجه فهمتي اون بيرسونال ليفل ماشي حتى في البروفيشنال فاش كنتي كتعرف السيلز وكتعرف نيغوشيشنز انا كنظن فهمتي اي بليف كاع بلي السيلز نيغوشيشنز هادو واحد السكيلز اللي خاصهم هادو واحد المواهب اللي اذا خصو يتعلمهم كيف ما كان مجال العمل ديالو كان خاصو يتعلموه في المدرسه ولكن لا واه على حقيقتاش برو ويد اول ماي ريسبكت المدرسه الهدف ديالها ماشي تصنع منك شي حاجه المدرسه دارت خاص انت تجي تريح 8 السوايع واحد النهار انا طرحت هاد ستوبيد كويشن قلت لهم واه خوتي دابا ماشي ناس قلت لهم دابا انا بغيت نفهم علاش المدرسه كتشدك من 8 12 6 راه كاين اللي تجي ثلاثة السوايع النهار بغيت نطلع نابغه وكنطير وقاعد الدروس هذو اللي عطيتوني كنت نجي فيهم واحد الحسن راه كنت شويه طيبتوني بالكرسي وعييت وحق الله الا عييت 8 12 6 حتى شحال 9 سنين حنا كنقراو شحال 9 سنين كثار اخي شكر 9 سنين راه الله التاسع هادشي بلا داكشي ضربتي ديال الراوند وفهمتي ويقول لي شكون اللي قال لك انا كنطلع نابغه 8 السوايع باش بني طريات بشي لوزين طريح 8 السوايع تجيك عاديه حنا وير نوت بريبيرين سامون عاد نابغه ما بغيناهاش انت قلتي كنت طلع نابغه ما بغيناش نابغه حنا 8 السوايع باش تولف طريح في الكرسي 8 السوايع باش تمشي لوزين طريح 8 السوايع اوكي يا البادي اللي قلتي عميقه فكرتني في واحد المثال ديال الفيل لقيتي في دوك الفيل كاين في تايلاند كتلقى الفيل كيطلعوا فيه الناس فوقهم وماشي يدير والو ولكن كتجي كتشوف البروسيس والفيل ملي كيتزاد كيعطوا فوق واحد الحجره فهمتي كيربطوها به ديما فهمتي وشحال ما كيكبر شحال ما كيولي في الحجره من فوق كيف هو ديما كيحس براسو راه ما قادرش يدير شي حاجه اليوم ثقل ديما صعيب داك الشيء اللي كيطلع بهاد من فوق ما كاينش شي حركه حيت هو من صغرو هما كيروديو وكيضربوه اخي كيدير شي حاجه خارجه على اكزاكتلي سنين فهمتي 10 سنين 20 عام هو كيروديو بحال هكا واش الانسان دابا الشيء اللي قلتي راه كيروديو انه من صغرو انه ملي كبر فهمتي يجلس فهمتي و راه ما يمكنش انا تنقول راه ما يمكنش تجيب ليه شي انسان كبر في الغابه تيجري تقول لي اجي شد الشين في البروديكسيون وما طنوش 8 السوايع باش انت فروحتي مروديش واش انت فروحتي انا بغيت نريح 8 السوايع انا كنت كنجري في الغابه اصاحبي وجيت جلسني 8 السوايع طاس هذا الشيء المهم اخي هذا الشيء اللي كاين يو كانت ريفيوز ات
فهمتي شحال انت حنا خاينا راه حتى البي تي اس باك بلس 2 عاد درت الاكزيت ما جنريكومونديش الاكزيت حتى شي واحد شي 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 مداخله في هذا الموضوع هذا انا لا اخي كمل فيك اخي فهمتي مثلا ما جنريكومونديش الاكزيت حتى شي واحد حتى المدرسه شد علاق الباك ديالك الباك تنقول لهم انا اتس لايك ا جيم كدير سيف تقدر تمشي تلعب تقدر تطفي كاع ولكن غادي ترجع تكمل من سميتو دابا خديت البي تي اس وقت ما بغيت نكمل تمشي نقرا لا ليسونس اتس لايك درت سيف ولكن الا خرجتي من السادس يا ولكن حاجه اخرى عاوتاني هنا راه ملي كتجي كتشوف شنو البديل الانسان مثلا مشى تقرا في المدرسه شنو البديل كاين الزنقه راه ما كتقراكش شي حاجه فهمتي اللي زعما فهمتي صعيب تقرا من دراسه الزنقه فهمتي وتخرج فهمتي شي حاجه فهمتي اللي مقادس كيف دابا اللي كاين دابا هو انه تقرا في المدرسه تبع دوك الدروس او موا وانت داير في بالك انه زعما فهمتي غتقرا هذوك وقت الفراغ هذوك البيزيك في وقت الفراغ كما قلتي صاحب مع صاحب مع كتاب كبار فهمتي الناس اللي واصلين بزاف الحياه شو غير يوتيوب شوف يوتيوب اخاي بلا ما سميتو غير يوتيوب او تتفرج فينا هاد فهمتي تي تسمع حوايج جداد جامي سمعهم خاين تمنيت نسمع هاد اللايف هذا دابا اللي حنا دايرينو عرفتي كان يدير لي واحد اتس لايف تشينج نسمعتو شحال هادي ونقول غادي ندير بهضره هاد الشيطان هذا فهمتي ما نبقاش نتشكى نقول البلاد ما عطاتنيش الدوله ما عطاتنيش والديا ما عطاونيش والديا ما داروش ليا والديا ما شراوش ليا موطور برو زوينه ولا خايبه تحملها وخدم على راسك وتوكل على الله دوينا على الوظيفه حاجه اخرى مهمه جايز الوظيفه باي ذا واي الوظيفه شي حاجه زوينه ولكن الوظيفه كمرحله شوف راه كاين بزاف ديال الناس خدامين معنا في يوكان كنضلو تنقول لهم هذه الجمله هذه برو انت في واحد البلاصه اللي زوينه ار ليرنينغ عارف شنو اخر المشاكل اللي كاينه عند الناس تاع الاي كوميرس بليز ديفلوبي راسك فور ذا نيكست 5 ييرز ماكسيموم 5 ييرز 6 ييرز خصك دير الاكزيت ما عندك ما دير هنا في يوكان خصك تمشي دير شي حاجه ديالك يو وونت تو ديفلوب سامثينغ ريليتد ليوكان نعاونوك ولكن بليز برو الوظيفه هذا كونسيبت هذا ديالي الوظيفه هي واحد المرحله كتعلم على حقاش الا ما جيتيش مثلا في الطومين ديالنا اليوكان ما غاديش يكون عندك الكونتاكت مع الاي كوميرس عارف شنو هما المشاكل ديال غتكون حال ستور واحد ماشي بحال 300000 ستور كتصيفط المشاكل يوميا وعارف شنو المشاكل اللي كيعانيو منها هنا قدرت تقول واش اخي انا نديفلوبي شي سوليسيون تحل هاد المشكله هادي تقول لهم جايز نتوما فواحد البلاصه مزيانه تعلموا وسيروا ديروا شي حاجه ديالكم واش قلتي شحال لي خاص تكون ديما فهمتي يو كيب ليرنينغ انت خدام خدمتك كتقرا حوايج فهمتي اللي غادي يعاونوك باش تكون شديد اكثر في خدمتك باش تطور فهمتي حيت مايمكنش ما تطورش الا ما تطورش الخدمه ديالك الا ما تطورتيش بغيتي تخرج فهمتي شي حاجه اخرى تلقى راسك انت مازال ما عندك والو ما عرفتش شي حاجه ديرها لا خاصك مايمكنش مثلا نقول لك انا بغيت نلونسي واحد ستارت اب ديال البيمنت لايك سترايب حنا عما قريب غادي يكون يو كان باي سالينا كل شيء امتى خير غيسان قول لي انت خير غيسان لا جايز فهاد رمضان هذا ان شاء الله صاي فهاد رمضان صاي جايز فهاد رمضان هذا ندوزو بابليك كنا بيتا ابري دزنا بيتا اكسبتينا بزاف ديال الناس ولكن باقيين دابا برايفت سالينا البيتا باقيين برايفت تنبقاو تنقولوا هاد لونسي هاد السيمانه الجايه السيمانه اللي بعد منا ولا تنقول لشي واحد راه ما يمكنش تدخل الدومين ديال البيمنت تكون مريح في الشارع وتقول انا باغي ندير الطومين خاصك تدخل يعني سيميو تخدم في شي حاجه نيت كتبروسيسي البيمنت تفهم شنو طار تفهم شنو فيزا شنو ماستر كارد شنو الرولز شنو كذا شنو كيفاش شي بين فرون اي عاد ديك الساعه ممكن ديفلوبي سوليسيون ديالك ماشي انت مريح في السنقه وتقول انا غادي ننزل دوك هذا تلاقيت معاه قال لك خويا انا باغي نقد بحال ترانسفير وايز بقاو تحول الفلوس في العالم كامل قلت له عندك شي كونت في ترانسفير وايز لا مشيت درتي شي ترانسفير في ترانسفير وايز تودي ماشي هذا غير كيحل انا غير قريت عليها وبغيت ندير بحالها برو ماشي هكا كتمشي الامور خصك تكون درتيها وخدمتي فيها وعاد تما عاد العلاقات ما بين البانكس انتر بانكس ما صافي ديكونيكتي وباغي يدير واحد الحاجه ما خدم فيها ما حل كونت فيها ما تيستاج حتى التيست ما داروش يبانت ليه الفكره اوكي يعني الوظيفه خاي شي حاجه مزيانه ولكن مرحله في الحياه ديالك
وبالعكس حتى هاد الصاد اللي تيخدم واحد 3 سنين 4 سنين 5 سنين ماكسيموم تنقول لهم الا تعطلتي 6 سنين دير الاكزيت باش تمشي دير شي حاجه ديالك ستامبينغ بريك ديفلوبي راسك ديما خلي عندك وبالعكس راه اخي وانت خدام بني النيتورك ديالك تنضل تنقول لهم تنقول ليه يقدر تدير معايا العلاقه هادي مزيان تحتاجني في الماركتينغ مرحبا محتاج في الديفلوبمون ها هما الادر ديفلوبرز معاك يقدر شي جوج تقول لي انت عندك شي فكره يقول لك لا ولا شنو بان لك نديرو هذا ما عندناش مشكل جو جايز بالعكس حنا ار اوبن ماذا بينا ماشي ديما الناس كيلقاو انفيرومون بحال هكا اللي كيشجعهم انهم يديروا شي حاجه ديالهم زعما راه نادر جدا زعما انسان لقى راسو فيه كان انفيرومون بحال هكا اللي كيشجعو لا ولا غادي نكونوا لا خي اجي نكونوا خير شكر بحال المنافقين تنقول للناس وتنديروا العكس نو حنا تنشجعوا اخي على دير شي حاجه ديالك ولكن شنو غادي دير الا بغيتي تدخل ولا جيت تولي ديك الشيء اللي كيدير كل شيء مثلا الا قلت بيعوا الحلوه شنو هو العائق ان انت ما تجيش تبدا هذا البيزنس هذا ما كاينش العائق سيرتو انت اخي سكر يو ار سمارت غتمشي تقلب على بنادم اللي تيقاد الحلوه احسن الحلويه غتجمعهم فشي بلاصه غادي تقاد الحلوه تقاد البروسيس وتقاد السيستم وكل شيء احسن من الاخرين غادي تدوز هي ولكن اخي الا قلت لك بيمنت بروسيسينغ تقول لي هذا ماشي بلاش نقول اش كنقول للدراري انت انجينيور سامثينغ جريت سامثينغ جود ما كاينش المنافسه بزاف مثلا بحال واحد السيده واحد النهار شنو جات قالت لي السلام انا طبيبه جميل بغيت ندير هادشي لي كوميرس قلت لها شنو باغا دير زعما تبيع هادشي ديالك انت السيرفيس اللي كديري في الانترنت قالت لي لا بغا نسمح انا في هادشي كامل وباغا نمشي ندير هادشي ديال تجيبوا لي برودوي من تشاينا قلت لها والله الا سمح لي وحق الرب انا ندوي معاك من المبدا ديال كون انا طبيب جميل opportunities big حتى واحد ماشي يجي نفسه عرفتي علاش دابا يدي عنده واحد الباجاج اللي ما كاينش عند الناس الاخرين دابا عنده واحد الباجاج تقدر تستعملو وتدخل به للمارشي اللي ما كاينش عند لا وعنده واحد ديبلوم واخا يكون عندي الباجاج ما يمكنش ندخل ويجي دابا بغات تحط الباجاج كامل عاد غادي تلاحو كما قلتي تلاحو وتبدا من جديد وتكومبيتي مع واحد الناس اللي في واحد الدومين اللي صاوب كان في جمعه مع ما يتسيد تجربه في المجال اي واحد ممكن اي واحد لاكسل المارشي تقرا مزيان حتى تدخل كاينه بلاص وكاينه بلاصه الالاف ولكن وانت اخي طبيب باش دخلك لهاد الزحام هذا شحال من طبيب تعرف تقول لك برو انا باغي ندير الاي كوميرس ولا والله الا احسن يمكن تجاوب تعطي لي كوميرس الاتساع مالك اخي سيمو تقلبتي في هضرتك كيف تنصح الناس بالاي كوميرس ما كننصحش طبيب بالاي كوميرس تقول لي شنو الفرق تقول لي برو عندك واحد الباجاج كبير وعندك واحد اللعيبه اللي انا ما نقدرش نجي لنفسك انت اللي مشيتي درتي عياده ديالك ولا شي حاجه ولا كذا ولا درتي اي حاجه انا ما يمكنش نبيع لي سيرفيس ديالك انت انت ممكن تجي تزاحمنا في الاي كوميرس حنا ما نقدروش نزاحمو وخلي راسك في ديك الحيط اللي باني خليك باني ما تريبوش وتجي تزاحم معاه راه السوق هنا كاين وغادي تجي انت غادي تاكل ولكن اتس بيتر على قش اخي كنعطيو الاطباء ديال الجميل اللي كنعرفهم دايرين الفلوس وخيتو حنا محتاجين الاطباء محتاجين المهندسين الطوموبيله ديالي ما نسمي حتى شي واحد كان عنده واحد الطبيب ديال الجميل هو الفيراري هو اللي خرجها النهار الاول وباعها لواحد الدكتوره اخرى شنو نوريها باع لواحد الدكتوره ديال الجميل اخرى وديك الدكتوره ديال الجميل باعها ليا انت خاتي حتى الاطباء راه كيديروا الفلوس لا والفلوس ديالو بصح الفلوس ديالو بصح اصاحبي الفلوس ديالو بصح الطباء ولكن الطباء اونتربرونورز ماشي اللي خدامين في الدوله علاش نقول لهم شوف اللي خدام في الدوله حاقد ولاعن ومدرا صحابنا كيسبوا بالصباح وبالليل وطريح ما تيلعب فهمتي حقد حتى هو يجي يشكي لك تتشد راسك ما كاينش المعدات كذا الضغط عليه المهم هذا موضوع اخي ما ندخلوش فيه فهمتي علاش نقول لهم جايز ما نجيش نمشي عند شي واحد خدام في الدوله تلقاه فرحان ماشي في الطب في اي مجال 99% 1% على قيد الا عممنا غادي يكونوا اغبياء الدراسه اخي ليرنينغ از فيري امبورتنت خاش قر فد شنو كتقرا شنو كذا شنو واش دير شي بروغرام ديال انت دابا محان عليك الله بخير علاش تحتاج تقرا وشنو تتقرا يا فيري امبورتنت سبجكت صراحه انت ما محتاجش تقرا ندوي معاك انا دابا ندوي معاك الهضره ديال المغرب واش انت باقي كتقرا يوميا علاش كتقرا تدي على الاقل تنقرا واحد ثلاثه السوايع ياك وكنظن زعما فهمتي ما كنقراش كفايه الداي ولا في السيمانه لا في النهار شي في النهار ثلاثه سوايع في النهار زعما مكتوبه ديزارتيكل في المجال ديال المجال العمل ديالي نمشي نشوف شنو واقع في العالم ماشي نيوز نمشي ودوك
والخبار فهمتي الخاويه، ولكن شي حاجه فهمتي اكيزيشن ديال الكومباني هادو كيفاش داروا باش وصلوا لهادي، هادو كيفاش داروا فهمتي داروا بحال هكا. الله ما تقرا، الله ما تقرا زعما دري الا ماشي الا شي شي هادشي تاع لاكيزيشن. هاد الشركه تبعت 100 مليار هادي 120 مليار هادي 160 مليار هادي انفيستو فيها مليون دولار هادي بلاكس تانسبير اكثر. هاد الشركه هادي انفيستو فيها في السيد راوند 100000 دولار ماشي راه ما تسهلش يوميا ما كتشوفش كتهضر كتقول اوكي كيفاش هاد الناس داروا ليها. كتمشي كتبحث بحال كتقلب وكدير ديك الطور المعرض ديالك وكتعرف فهمتي شي حوايج فهمتي اللي غادي ينفعوك اللي غادي ينفعوك حتى. ومنين جبت الهابيت ديال القرايه ملي كنمشي كنشوف كاع الناس اللي ناجحين في حياتهم زعما كنتي كتشوف مثلا ملي كنت كنقرا ديك الساعات كان وارن بافيت كان هو ريتشست مان ان ذا وورلد. وارن بافيت قال لك فهمتي بلي نهارو كامل فهمتي كيقرا واحد 100 صغير في النهار كيدوز على القرايه. هو تريدر كيدوز على القرايه تريدر هو الصبر وكتسنى. بيل جيتس ساعات كيقول بلي انا كنقرا 40 كتاب في العام مينيموم. انا ساعات كنقرا جوج ثلاثه وعند بالي مثلا كنقرا شي كنقرا واحد ديك الساعه. اكزاكتومون. راه اكتشفت بانهم كاع الناس اللي ناجحين في حياتهم السر ديالهم هو انهم تيقراو. وملي وليت كنقرا كتاب الاول كتاب الثاني كتاب الثالث كنلقى بلي واحد المهارات طورتهم واحد المهارات طورتهم في راسي دابا كيسحبني بلي انا فهمتي راني واحد الحاجه ضابطه وراني فاهمها. بقي قرا كنلقى بلي فهمتي راه مازال ما قلتها بسم الله. فهمتي كتقرا في هذا المجال ما كنقولش كتبها فهمتي قصص زعما الخيال وداك الشيء فيكشن. حتى الفيكشن بوكس غير ما كنقراهمش. ولكن اخر نصيحه جاتني من واحد الصاد دكا از بليونير قال لي بليز قرا حتى ساينس فيكشن بوكس ما تحكرهمش. راه يو كان جيت انسبايرد بشي ايديا اللي بيان سور. مي الكتب اللي عاوني صراحه بزاف هما الكتب ديال الديفلوبمنت كيفاش يكون مزيان. شوف هذا هو التخصص انا نقرا في نفس هذا بيرسونال ديفلوبمنت فاينانس هذا الشيء اللي نقرا. اكزاكتومون فاينانس بيرسونال ديفلوبمنت سيلز ماركتين سبيريتواليتي. شنو كدير زعما مشيتي هز كتاب تقرا خير شكار ولا كدير اوديو بوك ولا بجوج بجوجهم شي باش كنقدر فهمتي نكون ندير واحد الشارجه ديال العام خصني نقرا 36 كتاب ماشي بزاف. كاين كيقرا 100 كتاب في العام 36 كتاب تقريبا واحد 3 كتب في الشهر ساهله نديرها. كندير اوديو بوكس كنقرا فهمتي بزاف كتب بحال هكا دي بي دي اف في كيندل حتى هو كيعاون بزاف غير ماشي عطى لي مويا. انا خديت وصلت لي باج في النهار شي حاجه كبيره وغادي تستيل كنقرا في دوك ال 10 لي باج كنحس الدماغ ديالي خدم. عاد زيد عليها دير واحد التحدي ديال يوميا خصني نسمع اوديو بوك اللي تكون فيها ربع ساعه حتى ثلث ساعه. الريزومي وحتى هو كنحس براسي طوب طوب. هذا كتلقى كتكونسوم واحد كتشوف ولا ثلاث كتب في الشهر بهذا الريتم هذا. لا القضيه ديال الاوديو بوك كتلقاني ضربت واحد المينيموم واحد 20 كتاب. ولكن يتسير انا كنسمع غير الريزيوم. طوب طوب طوب. فهمتي ولكن الريزيوم حتى هو الريزيوم والله ما هو الكتاب. الحق شحال من كتاب شحال من كتاب سمعت الريزيوم ومشيت قريت الكتاب قلت حشومه ان هذا الكتاب هذا الريزيوم بحال هكا ولكن يتسير اللهم الريزيوم ولا والو. المهم باش ما ندخلش فيك العقليه ديال المغرب ديال باش تنفعني القرايه. الخلاصه الا كاين الانسان عطى راسو 9 سنين ولا 11 عام وتيقرا فهمتي في المدرسه 8 سوايع في النهار علاش ما عطاش راسو واحد العام ولا عامين ودور به كتوبه فهمتي ديال التنميه الذاتيه موسيف ديفلوبمنت والمايند سيت ويقرا واحد العام ولا عامين وشوف التغيير زعما غير ديك العامين غادي تلقى راسك زعما فهمتي درت شي واحد الشونجمون اللي ما درتيش في 10 سنين ديال القرايه فهمتي اللي و في المدرسه. اخي انا قال شوف قال معلومات ايفن نقولوا مثلا ميديتيشن قريتها في كتاب وبديت كنزيد نبحث وتنقلب في جوجل شويه كذا ومشينا لتايلاند. اي ميت سام اوف جايز المونكس بانوا لي كيديروا الميديتيشن بزاف باش لقيت شي واحد كيدوي لونجلي و اي ستارت ليرنينغ ديريكتلي من السورس فهمتي من المونكس. كنت ديما كنمشيو كنلقاو شي غار وي جايز او ماي جاد فشكرتيني جايز. كنت كنسافر انا ونشكر فين ما كانت شي مغاره تلقانا لحقنا عليها. يو ريمبر ديك المغاره اللي مشينا لقينا دوك لقينا شي ناس ما كيتحركوش. تصور لقينا شي ناس سادين عينيهم مريحين دايرين بحال هكا مريحين فهمتي لدرجه الناس شكينا في الاصنام. حتى تصدمنا من بعد ان الناس راحيين وجينا قلنا لي ماشي الويش تاون كلاس قلنا لي بغينا ندخلو في لقيت هاد الكوان بغينا ندخلو لهاد المغاراج وشتي عقلت لقينا الجماجم ديال بنادم وداك الشيء والصاد ما تيقش انه يدخل جلاس كيقرا دوك التعاويذ ديالو وهز السناد وفهمتي بحال راه تجربه عجيبه صراحه اللي كنا عشنا داك الناس ماشي عاديه كاع. ودخلنا دخلنا 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 لداخل كاع و تما صافي كينعدم الصوت لان انت راه في وسط الجبل تحت ما كيبقاش الصوت
الا طفيتي الضو ما غاديش تشوف والو لان كلشي كحال ما كاينش الضو تمايا ما تسمع والو ما غادي تشوف والو ما خصني عادي تما ودوك السيطان تما تيديروا الميديتيشن باش صافي ما تيشوف والو ما تيسمع والو تما غادي يشوف حوايج اخرين سويا ريدين قرا 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 غادي من زعما غادي ميديتيشن من القرايه فيزواليزيشن من القرايه ماركتينغ ماركتينغ من القرايه شوف كلشي كلشي اخي من القرايه تتلقى تتلقى بعد مره تلقى لي فكره وكتمشي تزيد تنقش عليها في 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 جوجل كتلقى فكره ركبت لك في دماغك ديال هادشي مزيان اجي نشوف شنو طاري في جوجل زيد نبحث في الدومين هذا اجي نحاولوا خير شكر نسربيو في 10 دقائق ساعه 10 دقائق ماني مانجمنت ماني مانجمنت جايز از فيري امبورطانت على عقلك الله عندنا ان هي اداره راس المال اداره الفلوس من الاخر فهمتي باش نسموها راس المال كيفاش كتجري الفلوس ديالك بزاف ديال الناس ها الاخوان ماشي بزاف مبتكرين هادشي جيت تقول لك ما عنديش ولا قلتي ليه تشري شي شوف هذا ميساج تي ضل تيجيني وما عرفتش علاش خويا السي معاوني نشري شي ايفون هذاك المضافه انت ما حتاش ايفون في حياتك ما حتاش ايفون ما عندك ما تجرب ايفون ايفون ما عندوش ينفعك في المرحله هذه في حياتك ما ايفون ما عندك ما تجربي خاص تمشي دير شي حاجه تصور بنادم بحال هكا في هذا الاتجاه ديال بحال قلت شي شواتك العريان الخاتمه مولي عاوني نشري شي حاجه اللي ما جاياش الثانويه ماشي غير الثانويه فوق الثانويه انا ما كانش عندي ايفون نقول لك اخي الشكر كنت كندخل شحال كنت ديك الساعه في السجي اللي دخل شي واحد السيمو لايف من هو السيمو لايف غادي يدخل غادي يلقى واحد لاباج فيها التصاور ديال شحال كندخل في 2011 كان جاني شيك من السجي في 27 بركه واللي قبل منه شي 21 بركه اللي قبل منه شي 16 البركه المهم المبالغ غير نقرب ليها تما راه منشور كلشي وكان عندي واحد الموتورولا بيل كان عندي موتورولا بيل ونقول لك راه كان توصلت شي 100 مليون عاد مشيت شريت الايفون 3 جي اس ديك الساعه انتي او ايفن غير واحد صاحبي اللي صد عليا راسي اما انا والله كون جات عليا ودابا الدراري كنقلب كيفاش ندير سويتش باك نرجع للموتورولا لا 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 بلاتي بلاتي كيغدير مع الناس اللي كيبغيو اللايف شوف شوف هانت جايز هذا هو التليفون ديالي وهذا التليفون ديالي ويا الله غادي نجيبو بحال هذا محطوط عندي في الطاق هذا ديال اللايف ما غاديش تولي زعما اوف لاين كاع مره لا نخلي بحال هذا هانا التليفونات الدراري هو هذا وهاني دايرين التليفون هذا دايرين به اللايف نخليها خير شكر هذا نجي ندير به اللايف ولكن انا التليفون ديالي يومي هو شي علاش حتى صيفط لك في واتساب مبروك العيد وانت مصدر تجاوب عرفتي معلم شحال شديت القنت في الصالون سبعة السوايع الو خويا صافا بخير الله يعزك ورمضان مبارك سعيد الو خويا صافا بخير تبارك الله عليك ورمضان مبارك سعيد سلم على الوالده وسلم على الايه الو خويا الفم علاش خاص تطيس في كل شيء هذا العيد جاي هو تيقول لك لا طلعت عندك النوتيفيكاسيون اللهم يصيفطني ما يلقاني ديسكونيكتد غادي يفقد فيا الامل ولا حتى شتيني فريمون غادي تهز التليفون واتصل بيا اتصل بيا والله الا لا سوايع ضيعتهم شد القنت في الصالون بحال هكا الو خويا صافا بخير رمضان مبارك سعيد هذا ما كاينش انه انت من دوك الناس معززين عليك هما وماشي زعما يا راه كتبغيهم ولكن ماشي بحال زعما كنت غادي مثلا انا دونك سي صراحه فاليو زعما نبقى نعيط للناس ونقول لهم مبروك العيد ونقول لهم مبروك يا انا كنقول في نفسي راه كاملين مبروك لكم العيد مبروك لكم رمضان ولكن فهمتي بحال هكا التليفون فهمتي ضيع السوايع وانت كتصيفط له وتصيفط له زعما والنهار انت غادي واحد تيصيفط لك فين اخي السيمو توحشنا برو ولا توحشتينا تهز التليفون اتصل بيا تقول لي اخي السيمو صافا بخير واتس ذا بلان اشنو غادي نديرو اما هادي غير بنادم مريح بان ليه علاه شوف عاد زيد تبقى تسكرولي سكرول تيدي الوقت تتحل الانستغرام تدير طراق 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 كتنشم ما علاه قلت والله غادي ندير شي ديتوكس لا شي سويتش ديال غادي نسويتش شي نوكيا بي القديم شنتي في داك ديال الحنش والله الا اخي شكر الا راه ينطول كين سيريوسلي ومنين كنت تنقول لك انساني منين كنت تنقول لك انساني صافي السوشيال ميديا هي بحال هكا تجبد التليفون هذا دير بوست مره وتخبر
ما جيت نتفاجئ لقيت كنا واحد شخصين كنت شي مونك مريح في الطيلون ولبس الليموني حتى انت ودير بحال هكا ودير بحال هكا ما تحرك في شي يومين ثلاث ايام انا كندوي على الماني مانجمنت انا خي واحد النصيحه كنت كنقولها ديما نلخصوا الدراري لحقاش الماني مانجمنت از سامثينغ بيغ الا خاصك تقرا كاين بزاف ديال الكتوبه وعطى الله ما تقرا ولكن انا النصيحه ديالي هي خي ديما استعمل 10% من داكشي اللي كتدخل 10% من داكشي اللي كتدخل هو اللي ديالك يعني مثلا دخلتي 5000 دولار 500 دولار هي اللي ديالك اللي من حقك تستعملها تدخل 1000 دولار ومع كامل الاحترام 100 دولار اللي ديالك غير واحد ساكن مع موالين دارهم ندخل من فايفر من اي باي من اي كوميرس ندخل بركه بحال خويا بحال انا تنعرف ان الدراري بغاو يعيشوا الحياه فهمتي ذا جايز تيمشيو يسهروا يمشيو يحتفلوا شوف اخر مره بينو وبين الحفله وبين السهره ديك الساعه كنت باقي صغير ماشي حتى صغير زعما كنت كنمشي مره فهمتي على قداش راك عارف جوج ديال العوالم الا مشيتي في هذا ما تفروش في هذا مشيتي في هذا ما تفروش يو هاف تو ميك ا تشويس خاص يو نيد تو ميك ا تشويس يتوب عليك احسن عباره هي خاصك تختار غتختار الحفله والسهره شوف كنتي معايا كنتي معايا عند الحله هذاك الصات اللي تلاقينا باش قال لي قال لي شوف اخويا سيمو انا كسمعش هضرتك ومشيت بقيت خدام في ايتسي حتى ضربت المليار ولكن راه مع ضربت المليار من داك النهار ما بقاوش شافوني يوميا الحفله والسهره الساطات خوك ضاع شي نصيحه السطر النصيحه راك عارفه سد على هادشي ومرحبا بك اخي اش كنقول لك انا يوميا حنا كنوضو كنترينيو وكنخلطوا للبيرو وكنمشيو عند العائله ديالنا وكنمشيو نعسو زعما حنا ما عرفناش وكنقراو زعما حنا ما عرفناش هاد العبادات ديالكم عارفينها صاحبي ولكن عارفه ما عندهاش البوتونسيال وما عارفه ما هادي سالي ديفلوب ما بقاش كديفلوبي مع شحال واحد تيصيفط تقول اخويا سيمو ما كنشوفوكش عايش الحياه ولا صافا انا نقول تمشي للاحسن لي زوطير كان صافا سام تايمز حقاش طريت ليا مات الخدمه باش كتافونسي في حياتك ولكن ما عرفش هما شنو تيبغيو يديرهم بجوجو فهمتي دير هادي ودير هادي فهمتي راه شي حاجه ما راه امبوسيبل زعما حتى عندك كيعقل واحد عندك كيفوكس واحد اللي ما تركز على هادي ما تركز على الحفله والنشاط والصحاب والصور والله الا صوت صاحبي صدمني داك النهار قال لي اخي سيمو اللي كان قبل منا عند الحفله كان كلاينت ديالنا اللهم بارك هذاك الصوت قال لك اخي انا مشيت اخي سيمو خدام ضربت المليار من ايتسي ولكن راه من ديك الساعه اخوك اللور يوميا السهره الحفلات النشاط ومن ديك الساعه خي سيمو رانا اللور وهذا مثال منه بزاف في المجتمع علاش نقول لهم الدراري ضربتي المليار 100 مليون اللي ديالك 100 مليون شنو ما تشريش لك حتى فاكين مازيراتي طوموبيل عاديه ما شرياهاش لي دونك خصك باقي ترجع تخدم داك الشيء الاخر خصو يرجع للخدمه لان اصلا ديك الخدمه هي اللي خلاتك الدراري تيشد بركه باغي يخسر بركه ونص وكثر وباغي يعيش الحياه عرفتي الدراري صاحبي شحال تيخسروا وباغي يسافر للطيران حتى هو باغي يسافر لبالي وباغي يدير وباغي يفعل باغي يمشي لسنغافور يس ملي كنتي مشيتي سافرتي للطيران ومشيتي لبالي زعما شحال داك الشيء ديال الفلوس باش سافرتي للطيران ديك الساعه المهم اخي انا 2011 اول مره كملت 100 مليون اول مره مشيت للطايلاند كنت مع عادل مفهوم شحال عام 2012 درتي اكثر من 100 مليون ديال 2011 كنت شكون لا سافرت للطايلاند اخي مع عادل بجوج بينا مشينا كنا كنخدموا اونلاين رجعنا داكشي اللي دخلنا وحنا مسافرين اكثر من داكشي اللي خسرنا خدمتو وشوف والتسافيره وايت ستيل كنا كنجلسوا في لي زوطيل ديال 20 30 دولار ثلاث ايام هي اللي خسرنا فيها واحد لوطيل ديال 600 دولار الليله لان بغينا بحال قلتي ديك اللعبه ديال الدراري علاش حنا كنقتصدوا اجي نعيشوا الحياه وجينا واحد لوطيل ب 600 دولار الليله عاقله سميتو كيما كاينش نقولها المهم هذاك لوطيل هو اللي عشنا اما المتبقى ديال الايام اوتيل 3 ستارز ممكن نجلسوا بواحد 5 ستار شنو اللي يمنعنا ولكن اخويا خصني نمشي نخدم حتى نولي بحال دابا باش نمشي نريح واحد 5 ستار تولي ديك اللعبه ديال راه عادي ولكن الدراري من الاول شفنا فلان حتى حنا خصنا نمشيو نعيشو تنقول لهم الدراري 10% هي اللي ديالك من دوك الفلوس اللي كتدخل شي حاجه اللي مزيانه وتنقول لهم شري الطوموبيله خلاص وكاين ما يسمعوش منهم 5% هذه المساله ديال 10% صراحه زعما كتنطبق على بزاف ديال الناس ولكن كاين فئه كبيره ما كتنطبقش يعني كتلقى ماشي الموظف
في شي ستارت اب خدام عنده مثلا واحد صالي 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم راه كاين شي 5% بين 10% اللي هي اللي ديالك فهمتي لشي ناس شي ناس اخرين كاينه كيفاش توصل باش انك ترضى 10% كلمه تاعك كتبها زوين كتبها واعر لك هذه المساله غتكون 100% قريتي ديال the richest man in babylon بالعربيه هو اغنى رجل في بابلون اغنى رجل في بابل كيهضر معاك زعما غاتجي كتدخل 100 درهم كيفاش ديك 100 درهم توفر منها واخا تدخل 1000 درهم كيفاش توفر منها ولكن بعد شغل دوك الفريم ورك كاين في الكتاب غتلقى راسك تولي كتوفر واحد النسبه كبيره وداك الشيء كتوفر تقدر من بعد تمشي تفشي راسك دير بها هكا تقدر تمشي دير البروجي ديالك تقدر تمشي انفيستي في راسك انت اصلا تيقول خصك انفيستي وخصك دير شي حاجه المهم كتاب مهم بزاف انت لا كنتي في شي زعما فائده كبيره خرجوا بها في هذا اللايف هذا وخرجوا حتى بالمساله ديال الكتاب زعما اتس ماست ريد نيكست بوينت جايز هو تجاه فراسك وتجاه فلوسك لحقاش خير شكرك الله بزاف ديال الناس تيتجاه فلوس الاخرين عرفتي خونا شحال راس ماله قول لينا خاي داك شحال تقريبا راس ماله وانت مالك تجاه فراسك وتجاه فرزقك احسن ما يمكن دير والله الا قدا شفت تلقى بنادم تجاه فرزقك تجاه ديال انت عندك 100 درهم كيفاش تغطى 200 تغطى 400 تغطى 10000 تغطى 20000 تغطى مليون درهم تغطى 10 مليون درهم جايز ديسكونيكتد كنلقى بعض المرات شي كونفرساسيون في دوك لي جروب غتجي عوجه فلان الا خلص الضرائب شحال فلان الا خلص سميتها الزكاه شحال غادي تجي وانت مالك ما السؤال هذا كطيع وغادي تلقاقي جمل دابا تندوي على الحوايج اللي خاصو يدير لواحد شيفت فيهم يبدل راسو من اخي من ايام كنت فقير كنت كنحسب اخي الفلوس الاخرين هذيك الطوموبيل شحال دايره وانا مالي مشي نتا فراسي وهذيك العماره شحال باش تكون قايمه وانا مالي سرت جاها فراسك مع ذلك انت كتحسبها باش تقيمها باش تمشي دير بحالها وتبقى تفكر هذه الحسابات ديال اليوم ديالي لا فينونسيت هذه البارتي هذه كذا 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 ماشي باش نحقد عليها وهذا الشيء اخي كتلقى بزاف ديال الناس جالسه كتحسب فلوس الناس الاخرين ويز سامثينغ باد دوينا عليها تعلموا ماركتينغ والسيلز وخلي نخلي لك النقطه الاخيره باش نسدوا هذا اللايف هذا هاو يو سي يور سيلف خليتي صراحه ما نقول كاع لا 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 النقطه الاخرى هي كيفاش كيفاش كتشوف راسك مهمه بزاف غير شكرا اوكي كان يو الابوريت باش نو يعني كيفاش كتشوف راسك كتشوف راسك انت ما فيديكش عيان ما عطاتكش الوقت حق راه هكذا اكزاكتلي يا هضرنا على قبيله وانه ملي كتفيق مع الصباح زعما شنو كتقول لراسك انت كيفاش كتشوف راسك الا فقتي الصباح وقلتي شوف انا فهمتي ما عنديش ما فحاليش المجتمع اللي كبرت فيه ماشي هو هذاك والديا ماشي هما هذوك ماشي زعما فهمتي احسن عائله الى اخره داك الشيء اللي كتفكر فيه وكتقولو سواء عن وعي او عن غير وعي راه هو اللي كيولي فهمتي الواقع ديالك وكيزيد فهمتي كيزيد كيصحى تزيد تكونفيرمي تزيد تكونفيرمي اما داك انت كتفيق مع الصباح وكتقول شوف ماشي مشكل واخا انا فهمتي دزت فهاد المجتمع دزت فهاد الظروف اللي ماشي مزيانه ولكن فهمتي من واحد عام ثلاث سنين غادي نكون انا شديد وغادي نكون كذا وكذا وكذا غادي نكون كذا وكذا وكذا داكشي اللي مزيان غير كتبقى تردد مع راسك ومن بعد فهمتي العقل اللاوعي ديالك حتى هو كيبدا كيرددها غادي تفاجئ فهمتي عام عامين ثلاثه تلقى داكشي كنت كتقول ولا بصح شوف اخي واحد التجربه انا عشتها واحد الساطه جات عندي قلت لي شوف انا خدامه في داك السبيطار ديال الدوله كاعي على كاع الموظفين اللي معايا كلشي باغي تيحفر ليا كلشي كنحفر ليه توصلنا لواحد الواقع ديال شي تيحفر لشي ممرضين ما بيناتهم الاطباء ما بيناتهم كلشي شي تيحفر لشي قلت لها اسمح لي انا بان لي هادشي ماشي طاري في داك السبيطار انا بان لي هادشي طاري في الدماغ ديالك انت وتقول لي لا وانت ديما داير هكا وانت ديما كتبالغ وانت ديما قلت لها انت شوف الله يحفظك الا ما بقيت تقول راه الموظفين فيهم الخير راه الدنيا زوينه وكذا وسميتو اختفيت من الحياه ديالها واحد العام كل واحد مشيت انا عايش في الطيرون ديال عيشه هنايا تلاقينا ابخي قلت لي فراسك وحق الله الا هضرتك طلعت صحيحه هذيك الشيف ديالي ولات معايا مزيانه تصوريت تنقول لها ما جيش العشيه كتقول لي هانيه ما كانتش هكا كلشي واش فريمون هذا الشيء ولا انا شي قلت لها لا لا يا راه هادشي اللي قلت لك ما حتى شي حاجه اخرى المشكل كاين فيك انت انا اي نو بزاف ديال الحوايج شي حوايج ماشي بزاف الحوايج عاوتاني من ندير انا كونفيرماسيون راسي شي حوايج تيتعكسوا لي اخي شكرا وتنبتات باش نقول برو عقلك اللي معكس
تحقيق اللي معكز كيعطيك النتيجه اللي معكسه. جاست ريلاكس وبدا الاصلاح ثاني. بعد على هادو بعد عليه بدا الاصلاح ثاني من جديد في العقل ديالك. راه المشكل كاين مع راسك انت. تماما واش اللي كتفكر فيه هو اللي كيكون صايم. انت كتفيق الصباح انت كتقول النهار معكس راه غادي يدوز معكس حيت انت كتفكر في انه معكس. لا وعاوتاني شي جمل اخاي سيمو دابا حنا الفقراء خاص تقول لنا علاش صاحبي انت ايضون علاش انت ايضون دي راسك بعنا الفقراء علاش انت قلتي واش بقى ديما فاكر بقى ديما فاكر تقول الانسان ملي تيكون طيط عليه والوقت عيانه اش صاحبي هذا اللونجاج هذا شوف خي الشكر غنساليو اللايف ولكن هذا موضوع طويل ديال بنادم تيجي عندي تيقول لي اخويا سيمو وانا كنعاني وخصني ندير الفلوس برو ما عمرك غادي تدير الفلوس وانت كتعاني وكدوم مع راسك بحال هكا انت كتعاني اصلا وبقى كتعاني طوب هاد لايف صراحه كان واعي ممكن ندير واحد ملخص جمل النقاط لي بوين نعاودو من الاول باش نزيدو اللايف وتحمل المسؤوليه الجولز اللي كتحطو مهمين نسالي داك الجول ديال التقاعد والخدمه مع الدوله تركيز داكشي اللي كتركز فيه هو اللي اش نسموها ورد ذا انرجي وير ذا مايند جوز ذا انرجي فلوز فين تمشي عقلك الانرجي تاعك كتمشي تمايا كيفاش كتشوف الناس صحاب الفلوس النيتورك ديالك العلاقات ديالك صحابك كيفاش باغي تخلص واش باغي تخلص مقابل البيرفورمانس ولا مقابل الوقت ديما اختار تخلص مقابل البيرفورمانس نشوف الجديد اخي هو اللي كيختار البيرفورمانس بحال قلت انا عارف راسي غادي ندير نقول اخويا انا لا علاش تخلصني بالشهريه انا جيت تحاسب معايا شحال من بيتزا قلت لك وقلت لك احسن بيتزا صافي بلا ما تقول لي راه خلص قد في الشهر سي ميو باش نبقى نعطيك البيتزات ولا شي كوميسيون على كل بيتزا المهم هادشي اللي كنتي خدام بيان سور ماشي شي فرانشيز ما يمكنش تمشي للماكدونالدز تقول لي الدراسه تقرا تعلم الماني مانجمنت ركز في راسك وتجا في راسك وحسب الفلوس ديالك اخر حاجه قلنا ماركتينغ جايز تعلموا الماركتينغ تعلموا السيلز ماشي شي حاجه بالعكس هي اللي تيبان لي في اي حاجه في حياتك كتحتاجها واخر حاجه بوفاس الشجر هي كيفاش كتشوف راسك وكيفاش كدوي على راسك اتس فيري امبورطانت جايز كيفاش كتشوف راسك كيفاش كدوي على راسك انا الحمد لله اليوم اخر شجر شنو دابا انت كتدوي مع راسك باش نسالوا هذا اللايف لا انا ما تندويش ولكن انا مثلا تلقاني تنقول الحمد لله حالتي كي دايره باخر الحمد لله خلاص انا عايش في 2022 دابا ولكن كنهضر مع راسي بحال انا عايش في 2040 داكشي اللي انا وصلت ليه في 2040 والمستقبل انا باغي نعيش في 2040 انا مع راسي هذا هو الديسكو اللي كنعطي راسي كنشوف راسي ديجا واصل الاهداف ديالي وكنشوف راسي ديجا زعما فهمتي كاع التشالنجز اللي عندي دابا ديجا تجاوزتهم فهمتي وانا عايش فهمتي في البلاصه اللي بغيت نعيش فيها وزيت العالم انا تعلمت منك واحد الحاجه انا عايش دابا تصمم مع صاحبي اخر الحمد لله بخير وما خصنا حتى شي خير بخير والامور مقاده والحمد لله لكن زعما ما تنقولش كديرها بالفيزواليزيشن كديرها افري داي غير كنقولها زعما فهمتي افيرميشنز لا تندير افيرميشن اخي عندي واحد واحد الجراتيتيود ليست عندي واحد اخي اي واحد فيكم غادي يحتاج واحد الجراتيتيود ليست انا اخي باش كنوض كنبدا الصباح راه قشوا هاف اللوت شوف قبيلات غادي مع الدراري غادي للكازا وحتى سؤال بوحد يشد القنت في الطوموبيله لقدام ويقول لي يا راسي صات اللي مشيت لك عوينه بشحال تشريها وحق الله غير على هكا وانا نقول 100000 دولار لا مليون دولار لا جوج مليون دولار لا وشكون اللي كيخدم لك 5 مليون دولار لا 10 مليون دولار لا وانا نقول فاك شوف شحال من عين دابا غادي في لوتور وحتى واحد من قيمه ونقول بقيت كنعرفي تنتسال شي اسئله بحال هكا واش نقول شو صاحبي هاد الناس هادو كلشي واليوم صات اللي جا قال لك شي صدقه في سبيل الله شوف عره هنايا دير واحد اللعيبه ديال الدياليز جبتي ديرو دوك الناس اللي كيديروا الدياليز ويقول للدري صاحبنا فاك صاحبي شو السيد كي داير شو على حاله كي داير بزاف ديال الناس ما دايرينش بحال هكا عنده كلاوي خدامين شي خدام وتيضل يشكي عرفتي هادو هاد الاحداث ديال اليوم ولكن الناس كتعيش صافي فاك كلشي فهمتي ما مسوقاش لداكشي اللي داير بها قال لي داكشي اللي عندك صافي هذا اكي
اعطيني شي حاجه اخرى. هادشي هادي رجلي خليها هادي ضامنها انا بحال هو ضامنها، اعطيني شي حاجه اخرى. قلتي على بالك زوينين، قلتي غراتيتيود، قلتي الافيرميشنز، قدر الناس اللي بقاو في اللايف في هاد الوقيته هادي فهمتي راه داو الاسرار فهمتي ديال الكون ياك. لا شوف قسما بالله اخي نو وان ممكن يدير شي حاجه الا ما بدلش هاد الحاجات في راسو. اشنو غادي اجي اش تمشي تخدم وتبقى تقول الدوله ما عطاتناش، راه ما جيش تجي معاك ما جيت دير والو، تبقى والديا كذا تبقى تشكى راك عارف. نهار وقفنا الشكوى نهار افونسينا اخوان تبارك الله عليكم جايز، ساعه ونص في اللايف، التوفيق ليكم. شكرا على الانفيتاسيون. لا لا خايب بالعكس والله الا اش كنسمو الكو هوست و ات واز جريت لايف صراحه. عرفتي كنت انا غادي نسالي في واحد الساعه ولكن جلستي النص something great. نتمنى بالعكس نستافدوا من هذا. لا سور استافدوا اخي، سور استافدوا جايز. سي يو تومورو ان شاء الله، نشوفكم غدا مع 11. طلعوا لي فراسكم، بالتوفيق لكم جايز، طلعوا لي فراسكم.